بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. ساعات قليلة ويلتقي النادي الأهلي مع نادي بيراميدز في الدوري الممتاز في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة. سيماني أعلن قائمة الفريق وضمت قائمة الفريق محمد الشناوي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، أيمن أشرف، دل على السلامة، حسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمر السلية، ومحمد مجدي أفشة، ومحمود وحيد، وعلي معلول، ومحمد محمود، وبيرسي تاو، ومحمد عبد المنعم، وطاهر محمد طاهر، وكريم فؤاد، ولويس ميكيسوني، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد عبد القادر. دي قائمة النادي الأهلي لمباراة بكرة. هنتكلم كتير جدا عن هذه المباراة، ولكن هبدأ بس بكلمتين أنا قلتهم من امبارح الحقيقة. ودايما لما باجي أنا أتكلم مع حضراتكم بنتكلم لو في حاجة خاصة بالنادي الأهلي، بقول إن في بيان طلع من النادي الأهلي أو في حاجة اتعملت بشكل رسمي، فبقول إنها اتعملت بشكل رسمي. ولكن أنا الحقيقة فوجئت امبارح إن كذا موقع وكذا حد من الأصدقاء على تويتر وكذا حد من الأصدقاء على السوشيال ميديا بيقولوا إن إسلام الشاطر قال إن النادي الأهلي طلب إن المباراة مباراة بيراميدز تؤجل، أنا أو النادي إسلام الشاطر قال إن النادي الأهلي طلب إن مباراة بيراميدز تؤجل خالص. لو ده حصل هتلاقوه في بيان رسمي وهنقوله وهنقف في ظهر نادينا وكل حاجة، ولكن أنا كل اللي قلته إن أنا رأيي كبرنامج إن إحنا نأجل مباراة بيراميدز ومباراة الزمالك اللي هيلعبها مع الفريق اللي هيلعب معاه اللي هي قبل البطولة الأفريقية، ومباراة البيراميدز اللي هيلعبها اللي هي كانت حتى هتبقى مع النادي الأهلي، ومباراة المصري اللي هيلعبها، كل ده كان يتأجل. كانت وجهة نظري إن هذا الأسبوع يكون أسبوع للمباريات أو للمباريات الأفريقية فقط، لأنها كلها مباريات صعبة وتمس الفرق المصرية. هو ده اللي انا قلته على فكره، ما يعني ما حدش قال ان انا قلت بشكل رسمي خالص، انا قلت انا كبرنامج بتخيل او بتصور ان الموضوع بيمشي بهذا الشكل، واتمنى ان يكون في منطق. لو حضراتكم تتذكروا يعني الكلام اللي انا قلته امبارح، المنطق والعقل بيقول ان انا زي ما حصل مع انديه اخرى، مع نادي الزمالك تحديدا في قبل مباراه الرجاء، وده طبيعي ان هو يحصل على فكره، او هو ده الصح اللي يحصل، زي ما حصل مع نادي الزمالك يحصل مع النادي الاهلي خلال مباراته امام قبل مباراته امام سان داونز، لانه انت رايح تلعب مباراه مهمه جدا بتمثل مصر. كل ده اللي انا قلته امبارح. فالحقيقه طبعا انا سعيد ان مجرد ان واحد لما بيقول حاجه، ولكن من فضل حضراتكم لما تيجوا نكتب حاجه او لما نيجي نقول حاجه نقولها زي ما اتعملت او زي ما اتقالت، لانه في النهايه احنا هنا قناه النادي الاهلي مش قناه اخرى، احنا قناه النادي الاهلي. ف كل اللي حاجة بتتكتب أو كل حاجة بتتقال على لساننا بتبقى مفهومة بشكل أو بآخر. ولكن أنا مثلا على عكس الناس، أنا سعيد جدا بالكلام اللي قاله النائب أحمد دياب مثلا، لأنه النائب أحمد دياب امبارح رئيس رابطة الأندية المحترفة وهو بيتكلم، قريت له بعض التصريحات، عرفت بعد كده أنه هو كان في لقاء في تلفزيوني مع إبراهيم فايق، مع أستاذ إبراهيم فايق. ف اللي حصل ان انا عجبني جدا الكلام اللي قاله، الراجل اتكلم كلام منطقي جدا وكلام محترم جدا عن النادي الاهلي. قال لك النادي الاهلي لم يطلب ان هو يؤجل مباراته امام بيراميدز. النادي الاهلي هو اكثر الانديه تضررا من الاربع انديه بسبب كذا وكذا وكذا، واعلن الاسباب وقال الاسباب، ولكن النادي الاهلي كان في مكالمه بيني وبين الكابتن خطيب. ده كلام الاستاذ احمد دياب نفسه، مش كلام عن، لا ده كلام عن الاستاذ احمد دياب نفسه، او الاستاذ احمد دياب هو اللي قاله بنفسه. فبالتالي خلاص المنطق، انا وجهه نظري كانت ان يا جماعه النادي الاهلي بيلعب باسم مصر ومسافر 8 9 ساعات، ما نقف مع النادي الاهلي، يعني ما نقف مع النادي الاهلي ليه لا؟ فجاني الرد على طول الحقيقه من النائب احمد دياب اللي انا بشكره الحقيقه، لانه كلام محترم جدا، وهو ده المطلوب خلال الفترة القادمة، إن أنا أقول اللي عندي ويطلع حد يرد. عندي بقى أو عند غيري ما عنديش مشكلة، كلنا زمايل، ما عنديش مشكلة خالص إن هو يطلع عندي. النائب أحمد دياب يوم لما طلع في قناة النادي الأهلي
من خلال البيت الكبير واتكلم بمنتهى الاريحيه واتكلم في كل التفاصيل وفي كل الملفات لو حضراتكم تتذكروا الحلقه دي يعني. وناس كتيره اهلاويه شكرتني على هذه الحلقه، وبالتالي انا ما ببقاش متضايق قوي من الكلام اللي بيتقال عني او ان حد بيقول كذا كذا، لا خالص. انا اللي بيضايقني ان انا يتقال عني كلام انا ما قلتوش وما حصلش. لكن انا لما اقول بالمنطق ان انا العب مباراه بكره امام بيراميدز، الاول مين؟ بيراميدز، والتاني مين؟ النادي الاهلي. اه صحيح بمباراه ومباراتين اقل، ولكن في النهايه الاول هيلاعب التاني. مباراه قمه العبها النهارده او بكره ان شاء الله، وبعد المباراه اخد طياره. تخيل لو النادي الاهلي لا يملك او ما عندوش المقدره ان هو يطلع لعيبته بطياره خاصه، كان ايه اللي حصل؟ كان استنى، شاف الطيران، بقى مواعيد الطيران والطياره اللي مسافره، هو عايز طبعا بكره يسافر بعد المباراه مباشره، فهيستنى بقى يشوف الطياره اللي طالعه وهتطلع وتنزل ترانزيت فين، ويقف في الترانزيت ساعتين ثلاثه اربعه، وبعدين يطلع تاني يروح جنوب افريقيا، فالسفريه بدل ما هتاخد 7-8 ساعات هتاخد 10-15 ساعه، وبالتالي المجهود هيبقى اكبر، وكلام كتير جدا. ولكن النادي الاهلي حفاظا على لاعبيه وحفاظا على كل ما يخص كرة القدم والرياضة في مصر الحقيقة وفي النادي وداخل، خليني أتكلم النادي الأهلي عشان برضو محدش يقول كلامي، الكلام النادي الأهلي حفاظا على كل هذه الأمور، طائرة خاصة وهيسفر لعيبته بيها وهيرجعهم بعد المباراة مباشرة. لكن تخيل لو النادي الأهلي لا يملك الفلوس اللي تخليه يعمل كده، كان إيه اللي حصل؟ زي ما قلت لحضراتكم، ناس كانت هتسافر، واللفة اللي أنا قلتها لحضراتكم من شوية. فبالتالي هو ده، واللعيبه هتتاثر، واللعيبه هيكون في اجهاد، على الرغم من ان انا عندي يقين من جوايا، ومش هغير هذا اليقين، ان شاء الله ان شاء الله مباراه بكره يكون فيها خير. انا عندي يقين بكده، ما اعرفش ليه، ان شاء الله يوم السبت عندي خير. في لسه كان بيتكلم معايا اصدقائي كلهم من او زملائي في الاعداد، كنا بنتكلم في هذا الامر، قلت لهم انا عندي يقين في مباراه بكره ويوم السبت ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا، لانه النادي الاهلي بالفعل زي ما الاستاذ احمد دياب قال هو اكثر المتضررين في الوقت اللي احنا فيه. فانا بشوف لعيب الكوره لما يعني يتكلم عن حاجه حصلت في كره القدم، ببقى وانا بتكلم بحسها من جوايا، ببقى حاسس ان اللعيبه دي، صدقوني اللعيبه دي مش قادرين، اللعيبه دي تعبانين، لعيبه النادي الاهلي دول تعبانين جسمانيا وبدنيا وكل شيء، وذهنيا وكل شيء، فمحتاجين ان هم يريحوا. ليه؟ يريحوا عشان مباراه بيراميدز، ويريحوا عشان مباراه سان داونز، ويا رب يكونوا مريحين على مباراه السنغال. لان انا متخيل ان محمد هاني هينضم للمنتخب، متخيل ان ياسر ابراهيم بنسبه كبيره هينضم للمنتخب، انا متخيل ان احمد عبد القادر هينضم وبنسبه كبيره للمنتخب، متخيل ان محمد مجدي قفشه يكون له دور مع المنتخب خلال الفتره اللي جايه. ادي 4 لاعبين ما كانوش موجودين الفتره اللي فاتت، بجانب 5 بعد اصابه اكرم، بجانب 5 تانيين اللي هم الشناوي وايمن اشرف وحمدي فتحي وعمرو السوليه ومحمد شريف، ادي 5 اللي موجودين مع يعني ممكن يبقى 10، ممكن يبقى 10 لاعبين موجودين او 9 لاعبين موجودين مع المنتخب يوم 25. كم واحد هيبقى في الملعب؟ على الاقل 3 أو 4، على الاقل 3 أو 4. اتمنى يا رب يكونوا قادرين ان هم يلعبوا مباراه يوم 25، ان انا يا رب، انا بحاول ان احنا نبقى موجودين في الاستاد ونشجع بلدنا ونقف في ظهر بلدنا ونفضل ورا بلدنا لغايه ان شاء الله ما نصل الى كاس العالم ونتبسط، وكل المصريين يتبسطوا ويفرحوا، لان هو ده اللي يهمنا في النهايه. لكن على الجانب الاخر، هو ده هيحصل ازاي؟ تخيل حضرتك، تخيل خلاص الماتش هيتلعب بكره، صح؟ انا ما بتكلمش اهو، الماتش هيتلعب، انا بقول ان الماتش هيتلعب بكره عشان محدش يقولني كلام. خلاص الماتش هيتلعب بكره، لكن تخيل حضرتك لو الماتش ده مش موجود ولا حاجة، هتلعب ماتش يوم السبت، هتبقى مريح من السبت للسبت، هتسافر بكرة عادي بس هتسافر بدري شوية لو كان بقى طبعا في ترتيب لهذا الأمر، وبعدين هترجع تلعب يوم 18، وبعد كده تلعب يوم 25، أسبوع أسبوع أسبوع، كل أسبوع هتلعب مباراة. هو ده اللي أنا كان نفسي فيه عشان يوم 25، هو ده اللي أنا كان نفسي فيه عشان النادي الأهلي
يلعب يوم السبت بشكل جيد ويلعب يوم 18 وبعد كده المنتخب يلعب يوم 25 بشكل جيد. فتخيل شوف تأثير هذه المباراة. دي وجهة نظري، مش وجهة نظر، دي وجهة نظر أنا بقولها وبتكلم فيها. لكن في النهاية خلاص راجل محترم الحقيقة النائب أحمد دياب اتكلم بمنتهى الأريحية واتكلم وجاوب على كل الأسئلة يا جماعة واحد اتنين تلاتة وبالعقل وبالمنطق. الحقيقة كنا مفتقد، أنا شخصيا كنت، مش أنا، كل الناس كانت مفتقدة الكلام بالمنطق والاحترام ده الحقيقة. يعني ما عنديش حاجة بتستخبى، عندي مسؤول بيطلع وبيواجه مسؤولياته وبيشوف إسلام بيقول إيه وبيشوف كابتن شوبير بيقول إيه وبيشوف إبراهيم فايق، كابتن إبراهيم فايق بيقول إيه وبيشوف وبيرد على اللي يستدعي الرد. هو ده اللي إحنا دايما عايزينه، وهو ده تقدير وده دور الإعلام وتقدير المسؤول للإعلام في نفس الوقت، إعلام أهلاوي إعلام غير أهلاوي زي ما حضراتكم شايفين كده. هو ده اللي إحنا دايما بنطلبه. احنا يا جماعه انا بطلع ايه اتكلم مثلا على التحكيم يقول لك اصله اسلام شاطر في قناه الاهلي ضد التحكيم. يعني ضد التحكيم ايه؟ ده تحكيم بلدي. هم لما يطلعوا الحكام دول لما يطلعوا يلعبوا في كاس عالم هبقى انا زعلان. انتوا بتهزروا، انتوا بتقولوا ايه؟ لكن انا كل مباراه عندي مشكله، كل مباراه تخص النادي الاهلي عندي فيها مشكله، على الرغم من ان انا بكسب، لكن كل مباراه عندي فيها مشكله رغم من وجود الفار بالمناسبه. يعني في افريقيا نفس الكلام، مباراتين على التوالي اهو، مباراه سان داونز اتغلبت 1-0 وبسبب ان الحكم كان ممكن يطرد لاعب، مش بسبب لكن الحكم كان ممكن يطرد واحد ما طردوش. ماتش المريخ اخطاء تحكيميه بالجمله، مش خطا واحد، اخطاء تحكيميه واخطاء اخراجيه في نفس الوقت. وبعدين يعني الواحد لما يجي يقعد يفكر كده، طب ويقول لك اصل قناه الاهلي ضد الحكم، احنا والله ابدا احنا مش ضد حد، احنا بنشوف اللي احنا الحاجه اللي جمهور النادي الاهلي وكل الناس شايفاها بمنتهى الاريحيه وبمنتهى الهدوء والكلام المحترم والمنطق والعقل بالمناسبه. بنبص بعيننا وبنقيم، وفي خبراء تحكيم برضو بيقولوا هذا الكلام. فلكن انا وانا لو المباراه عدت والاهلي عامل يعني عنده كل حقوقه ولم يتعرض الى اي ظلم تحكيمي، انا هبقى زعلان ليه؟ ولا الفريق اللي قدامه بالمناسبه. انا مش عايز حد اظلمه عشان اخد انا حقي، لا، اديني حقي وادي الفريق التاني حقه ويشوف النادي الاهلي هيكسب ولا مش هيكسب. بس وكل يوم هقول الكلام ده، وكل يوم هفضل اقول الكلام ده، لان هذه هي الحقيقه، هذه هي الحقيقة، وهي دي دايما اللي هنفضل وراها. ولو توفرت العدالة التحكيمية والأمور مستقرة مش هطلع أقول الكلام ده كل يوم، لأنه بيقول لك أصل النادي الأهلي أو قناة الأهلي بتشن حرب مش عارف إيه نووية وحرب على الحكام. والله ما بيحصل، ولا بنشن حرب ولا بنقول حاجة. أنا بقول، مش أنا لوحدي، كل برامج القناة بتقول، كل واحد بيقول اللي هو عايزه. وقناة النادي الأهلي زي النادي الأهلي بالظبط، بنحترم كل عناصر المنظومه، ما عنديش اي مشكله مع حد. ولكن لما الاقي يعني يا مؤمن، لما الاقي نفسي غلطان في شيء، او لما الاقي النادي الاهلي ليه حق في ركله الجزاء، ما اطلعش اقول اسكت واقعد اسقف للحكم. انا قناه الاهلي لازم اطلع اقول الكلام ده، والنادي الاهلي ده بيمثل مصر كلها في كل المباريات اللي بيلعبها القاريه طبعا والعالميه. فأنا بستغرب جدا من الكلام اللي بيتقال والكلام اللي بيقعد يتزق في كل حته، وصل ضد ايه؟ احنا ولا ضد ولا، انا بقول اللي انا شايفه وهفضل اقول اللي انا شايفه، ما عنديش اي مشكله. طول ما في مخرج ما بيعدش لقطات هطلع اقول ان عندنا مشكله في الاخراج، طول ما في حكم ما بيديش النادي الاهلي حقه هطلع اقول ان النادي الاهلي ما بياخدش حقه، طول ما في رابطه انديه بتعمل شيء جيد هطلع اقول ان رابطه الانديه بتعمل شيء جيد، ولو غلطت هطلع اقول ان هي بتعمل حاجه غلط. ايه المشكله في اللي الواحد بيقوله؟ ما انا وبنتكلم بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب، وبنحاول ان احنا دايما ملتزمين بميثاق الشرف الاعلامي وبمدونه السلوك للاعلام الرياضي وكل هذه الامور الرائعه اللي احنا دائما ما بنكون ملتزمين بيها وهنفضل نلتزم بيها، ومش بندعمها لانها دي الطبيعه بتاعت النادي الاهلي وكل من ينتمي للنادي الأهلي. ف
يعني يا جماعه من فضل حضراتكم محدش يقولنا كلام احنا ما قلناهوش. من فضل حضراتكم طبعا ده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، هم اللي بيحطوا الفيديوهات الغريبه اللي بيقعدوا يعملوها دي، ويحطوا لي فيديو مع مش عارف مين ويعملوا ايه والافلام والحاجات دي، ما عنديش مشكله. الحاجات اللطيفه بنقعد نضحك ونهزر، لكن انا ما قلتش الكلام اللي حضراتكم بتقولوا ده خالص خالص. وهفضل انتقد اداء اي حكم طول ما هو وحش، اداء اي حكم هفضل انتقده، وهفضل اقول كذا وهفضل انتقد اي شيء غير جيد هفضل انتقده، ما عنديش اي مشكله في هذا الامر، وهفضل دايما اعمل كده. ارجع بكره او ارجع لمباراه بكره، مباراه مهمه ومباراه صعبه، ولكن في النهايه عندما تنظر لمباراه بيراميدز مباراه مهمه ومباراه صعبه وكل حاجه، ولكن مباراه بثلاثه نقاط، لسه الدوري طويل، عندنا فيه لسه كثير من المباريات القادمه اللي صعبه جدا. يعني الناس تبقى ايه بتفكر ازاي، هل احنا ممكن نكسب ان شاء الله بكره وربنا يكرمنا وبعدين لا قدر الله نتغلب من فرقه مثلا مش في الحسبان؟ لا، النادي الاهلي بيلعب كل مبارياته زي بعض، النادي الاهلي عايز يكسب كل مبارياته، وكل مباريات الدوري مهما اختلفت اسامي المنافسين بثلاث نقاط. دي معلومه جديده لبعض من لا يشجع النادي الاهلي. فهو النادي الاهلي هدفه ايه؟ أن يتم تحقيق العدالة. لو تم تحقيق العدالة من الحكام أعتقد أن الثلاث نقاط هيبقوا أقرب للنادي الأهلي بنسبة كبيرة جدا عن أي فريق آخر هو بيلعبه مهما كان اسم هذا الفريق، بالسكواد اللي موجود، بمجهود اللاعبين، بالإدارة الفنية، بكل شيء. ده اللي احنا بنتكلم فيه دايما. لكن في النهاية إذا كان النسبة الأقرب للنادي الأهلي أنه يكسب في ظل وجود عدالة تحكيمية 70-80-90%، الباقي لسه في باقي ممكن لا قدر الله يحصل فيهم اي شيء اخر. كره القدم فيها كل حاجه، لكن في النهايه انا عندي مباراه بكره بثلاثه نقاط وعايز اكسبها. الموضوع مش محتاج كل ده، مش معقد لهذه الدرجه. كل اللي احنا بنقوله ايه، عندنا ثلاث مباراه بكره بثلاثه نقاط، ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه ان شاء الله بكره زي ما يطلع. هنقفل بكره وهنتكلم على يوم السبت، الفرقة هتسافر، هترجع ازاي؟ أو إن شاء الله الفرقة هتسافر، هيوصلوا استشفاء وقصص وحاجات كتيرة جدا هتحصل لغاية يوم المباراة إن شاء الله إن شاء الله، مع الدفعة المعنوية اللي أنت هتكون كسبان فيها في الدوري. لأنه أنت لما كنت كسبان المقاصة كان عندك دفعة معنوية. لما كنت كسبان الأسبوع اللي فات كان عندك دفعة معنوية، وبالتالي في فاركو فعندك دفعة معنوية. إن شاء الله ربنا يكرمنا بكرة ويبقى عندنا دفعة معنوية لمباراة يوم السبت القادم. تعالوا نشوف محمد مجدي قفشة لحسين الشحات في ماتش المقصة، عبقرية في الباس. لما بشوف المشاهد دي بتخطف عيني وأنا قاعد بتفرج على التقرير. المشهد الهدف اللي أحرزه حسين الشحات في مباراة المقصة، الباس اللي عمله العبقري محمد مجدي قفشة، يعني حاجة يعني حلوة، جون حلو وتقعد تتفرج عليه، تقعد تتبسط وانت بتتفرج على هذا الهدف من اتنين من اللاعبين الكبار داخل النادي الاهلي، سواء محمد مجدي قفشة. كل سنة وانت طيب قفشة، صحيح احنا قلنا له امبارح ولا اول امبارح كل سنة وانت طيب، كمل 26 سنة عقبال 100 سنة للنجم محمد مجدي قفشة. عايز اقول لحضراتكم ان طاقم تحكيم غدا كابتن محمود البنا حكما للساحه، ويعاونه كل من احمد حسام واحمد توفيق طلب مساعد اول وثاني وحكم رابع كابتن عبد العزيز السيد. اما في غرفه الفار سيتواجد كابتن احمد الغندور ومعاه يوسف البصعتي. ما عنديش مشكله خالص خالص. كابتن محمود البنا واحد من افضل الحكام في افريقيا وليس فقط في مصر الحقيقه. أتمنى أن يكون في قمة مستواه. طيب هل معنى الكلام اللي أنا بقوله ده إن لو الكابتن محمود بكرة غلط مش هطلع أقول إن هو غلط؟ يا جماعة يعني مش ممكن، هطلع أقول إن هو غلط، لكن هو في الأساس واحد من أفضل الحكام اللي موجودين في مصر وفي أفريقيا. هل أنا كده بضغط عليه؟ لا. فالحقيقة وهو الحقيقة الفترة اللي فاتت اللي متابع للكابتن محمود عامل مباريات جيدة جدا الفترة اللي فاتت. فأنا أتمنى أن يكون الكابتن البنا بكرة في قمة مستواه. مش الكابتن البنا لوحده، مش الكابتن البنا لوحده، كابتن البنا طبعا ومساعديه في الملعب وفي الفار، كابتن أحمد الغندور وكابتن بساطي.
بفضل حضراتكم ركزوا 100%. نركز 100% لأن مباراة بكرة لا تحتمل الأخطاء. ولا إن لاعيب يتكعبل فتتحسب ركلة جزاء. يكعب يعني وهو بيجري كده، وسع الكادر يا سمير. رجليه يخبط في بعضه، يخبط في بعضه رجليه التانية كده وتتحسب له ركلة جزاء. ما مش هينفع. إحنا شفناها. الحمد لله كانت في إعادة يعني. فالحمد لله. فيعني زي ما بقول لحضراتكم كده. فمن فضل حضراتكم ثقة كبيرة جدا في الكابتن البنا، ثقة كبيرة جدا في الكابتن الغندور في مباراة بكرة، كابتن أحمد الغندور في مباراة بكرة. لكن ده ثقة حاجة ومباراة حاجة. مباراة 90 دقيقة أو أكتر شوية، نتمنى إن احنا نشوف. هل ده معناه إن أنا بقول إدي للأهلي وما تديش للفريق التاني بيراميدز؟ لا، إدي للأهلي وإدي حق الأهلي وإدي حق بيراميدز. ادي للحق الاهلي عداله تحكيميه ما بين الفريقين. عمياء مفيش الوان، مفيش اي الوان ولا في حسابات معينه لاشياء معينه والانديه اخرى، لا. ولا احتواء بالمناسبه، ولا احتواء. كسبان اثنين انا عايز اكسب ثلاثه، واحد من حقه يطرد وانا كسبان ثلاثه ولا اربعه اطرده وممكن لا قدر عايز اكسب. عايز اكسب اكتر خمسه وسته. فمن فضل حضراتكم مباراه بكره لا تحتمل الاخطاء. مباراة بكرة عندنا فيها حاجات كتيرة جدا والتفاصيل الصغيرة هي اللي هتفرق ما بين اللاعبين. بكرة موسيماني هيلعب ازاي؟ ما اعرفش، ما حدش عارف. عنده اختار قائمته، من حقه ان هو يلعب بالقائمة، من حقه ان هو يلعب بأي 11 من اللي موجودين. هو حتى لما جه موسيماني يتكلم من حوالي اسبوع بعد المؤتمر الصحفي في احدى المباريات الأخيرة يعني، اتكلم قال ايه؟ قال أتمنى أن يتم تأجيل مباراة بيراميدز. هو قال كده بسبب الإجهاد، مش بسبب إن أنا يعني. أنا كنت قاعد بتفرج على ملك وكتابة، سمعت المهندس عادل القيعي وهو بيتكلم. الحقيقة الراجل بيقول إيه؟ المهندس عادل بيقول لك إنه ما أنت كده كده هتلعب ماتش بيراميدز، سواء النهاردة سواء بكرة سواء بعده، في ماتشين في الدوري هيتلعبوا، هيتلعبوا ولو اتقابلوا في الكاس ولا حاجة هيتلعب، هتتلعب الماتشات دي. فالناس عايزه توصل، الناس عايزه توصل ان الاهلي الاهلي ما بيخافش من حد صدقوني. الاهلي هو اللي بيتخاف منه. طول عمرنا عارفين هذا الكلام من واحنا عيال قد كده، لغايه يعني ولغايه ابد الدنيا ما تخلص يعني. فالحقيقه كلام غريب جدا الواحد بيسمعه وبيوديك انا اجل ماتش عشان هلاعب بيراميدز. بيراميدز فريق كبير، ومش قصدي على حاجه، لكن في النهايه انا النادي الاهلي على دماغي من فوق، مش قصدي حاجه عشان ما حدش ياخد كلامي برضو يقول ان احنا بنغلط في انديه ولا حاجه خالص. انا بتكلم ان تاريخ النادي الاهلي، لو جينا نتكلم على تاريخ النادي الاهلي وتاريخ نادي بيراميدز، لا فرق كبير جدا جدا جدا، مفيش فرق حتى، ما ينفعش نقول في فرق. لكن في النهايه نادي بيراميدز دلوقتي عنده مباراه بكره، عندنا مباراه بكره ضد نادي بيراميدز مع النادي الاهلي، وبيراميدز متفوق على النادي الاهلي بنقطتين لو ربنا كرمنا، او بنقطه ربنا كرمنا وكسبنا هنرجع نلعب تاني ونبقى في الاول للدوري ونشوف بقى اللي هيحصل بعد كده ايه. المنافسه حلوه ولكن بوجود العداله التحكيميه دائما، بوجود العداله التحكيميه دائما اللي بنتمنى ان هي تكون موجوده على كل الناس، النادي الاهلي وبقيه ال 17 نادي اللي موجودين في الدوري العام المصري. نروح للدوري النهارده ونشوف نتائج النهارده، ايه اللي حصل في نتائج مباريات اليوم. النهارده كان في ثلاث مباريات. البنك الاهلي بيفوز على مصر المقصه بهدف مقابل لا شيء، والاسماعيلي يواصل سلسله اللا فوز منذ بدايه الدوري وحتى الان امام فاركو ويتعادل سلبيا في استاد الإسماعيلية. أما الزمالك فيفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت منذ قليل. إذن ثلاث مباريات، نتائج الثلاث مباريات أمام حضراتكم. طيب بكرة في ماتشات إيه؟ تعالوا نروح نشوف بكرة المباريات اللي هتتلعب إيه. إم بي هيلاعب إيسترن كامباني الساعة 3 غدا إن شاء الله في استاد بتروسبورت. سيراميكا كليوباترا هيلعب الساعة 5:30 في ملعب المقاولين العرب ضد نادي سموحة. النادي الأهلي ختام هذا اليوم
امام نادي بيراميدز في استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 8:00، ومباراه قمه، الكل ينتظر مباراه الاهلي مع نادي بيراميدز. قائمه هدافين الدوري العام المصري حتى هذا الاسبوع احمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك 8 اهداف، مابولولو من انجولا لاعب نادي الاتحاد 6 اهداف، مروان حمدي لاعب نادي سموحه 6 اهداف، محمد هلال البنك الاهلي 5 اهداف، وبيرسي تاو جنوب افريقيا 5 اهداف، نجم طبعا نادي الاهلي، وجون ايبوكا ام بي 5 اهداف، ثم محمود وادي لاعب نادي بيراميدز 5 اهداف. طيب ان شاء الله برضو ما ينفعش دايما، وانا الفتره اللي جايه هفضل اتكلم عن المنتخب كل ان شاء الله كل يوم 10 دقائق 5 دقائق 10 دقائق كده نتكلم فيهم تحضيريا للمنتخب خلال الفتره القادمه. ما ينفعش في ظل هذا الضغط الكبير من المباريات في الدوري العام نحن ما نقولش ان احنا على وشك انطلاق الحقيقه معسكر منتخبنا الوطني امام لمباراتي السنغال في الدور الفاصل لتصفيات المؤهله لكاس العالم 2022. ان شاء الله خلال اسبوعين هيكون معسكر، ان شاء الله يبقى معسكر جيد ومنتظر وصول المحترفين وعلى راسهم محمد صلاح، الكل هيبقى متواجد يوم 20 يوم 21 مارس الحالي. النهارده بمناسبه وانا بتكلم مع حضراتكم على المحترفين، تريزيجيه بسم الله ما شاء الله بيواصل التألق، استعاد مستواه بشكل كبير جدا جدا مع فريق اسطنبول باشاك شهير، واحد من الفرق الجيده في الدوري التركي. تريزيجيه سجل النهارده هدف في تعادل فريقه مع بشكتاش، واحد من اهم واكبر الفرق في تركيا، وده رابع اهدافه منذ انضمامه على سبيل الاعاره لهذا الفريق التركي، وكمان صنع هدف، يعني 4 اهداف وصناعه اهداف. تريزيجيه واحد من اهم العناصر اللي موجوده في منتخبنا القومي، واستحمل انتقادات كبيره جدا جدا كانت في غير محلها في وقتها، ويمكن اتكلمنا عن هذا الامر، لكن ان شاء الله ربنا يكرمه ويعود بهذا المستوى الرائع الحقيقه اللي بيؤهله ان شاء الله ان هو يقود منتخبنا الوطني ان شاء الله ان شاء الله، لان هو انا متاكد ان هو هيكون احد عناصر ان شاء الله رجوع منتخبنا الوطني الى كاس العالم، او وصول منتخبنا الوطني الى كاس العالم مره اخرى او للمره الثانيه على التوالي مع زمايله طبعا المحترفين خارجيا وداخليا في مصر، لانه يهمنا جدا 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 ان احنا نبقى متابعين حالة المحترفين اللي بره مصر، احنا اللي جوه مصر عارفينهم كلهم ودايما متابعينهم، لكن المحترفين بره مصر ان شاء الله نفضل نقول لحضراتكم، وسيظل دائما في دعم كبير لمنتخبنا الوطني خلال الفترة القادمة. خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع لأخبارنا أخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. سؤالنا في حلقه اليوم هناخد الاجابات بتاعه حضراتكم، في رايك من يقود هجوم النادي الاهلي امام نادي بيراميدز؟ تحبوا اخد شويه دلوقتي؟ يعني من يقود هجوم النادي الاهلي امام بيراميدز؟ خليني اخد 5 يعني 6-7 تعليقات من حضراتكم كده سريعا جدا. برضو اللعيبة مرهقة ومتعبة، ده شريف شيري، ومنهكة، وطب ايه الحل يا كابتن اسلام؟ يعني نطلع السنة دي من كل البطولات ونريح؟ لا طبعا، لكن احنا بنقول وحضراتكم عارفين طبعا الكلام ده، انا عارف ان جمهور النادي الاهلي، انا معظم الكلام اللي انا كنت بقوله طبعا معروف ان هو بيوجه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، اللي هم دايما اللي بيتكلموا او عايزين يزقوا في هذه الاتجاهات، ولكن في النهايه احنا عارفين، ولكن احنا في النهايه بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نقف في ظهر فريقنا عشان يقدر يكسب بكره، وان شاء الله ربنا يكرمنا يوم السبت القادم. سمير حزام بيقول شريف وان شاء الله هيسجل، ده على الفيسبوك على فكره. محمد فاروق بيقول لو محمد فاروق يعني هيلعب ديانج وقفشه وعبد القادر وتاو وحسام حسن وشريف وياسر وعبد المنعم ومعلول وهاني، ده الفريق اللي هيلعب بيه. شحت ابو عبده بيقول محمد شريف وبيرسي تاو وعبد القادر ويا رب تاو يسجل.
محمد خالد بيقول ان شاء الله عندي احساس ان احنا هنفوز بسكور يا مسهل يا رب يعني. وبكره انا برضو هبقى اقول لك يا محمد انا كان دماغي فيها ايه. محمد الحمصاني بيقول محمد شريف وان شاء الله يكون في احسن حال وان شاء الله يسجل هدف واثنين وثلاثه. حسام علي بيقول حسام حسن لسببين ياخد فرصه ويدي لشريف راحه. يعني بصوا حضراتكم جمهور الاهلي ده جمهور يعني غريب جدا، جميل جدا، فاهم كوره يعني. بص حضرتك واحد بيقول لك لا محمد شريف يلعب ويمكن يسجل جون واثنين وثلاثه، بعديه على طول التعليق اللي بعديه بيقول لك حسام حسن عشان ممكن يريح شريف عشان مباراه يوم السبت. الاثنين نجوم والاثنين جامدين والاثنين نفسنا ان احنا نشوفهم خلال الفتره اللي جايه. ادهم فاروق بيقول اكيد مش هنقعد لاعب جايب في هدفين في اخر ماتش لان اي مهاجم اخر مش من اهو حاجه ثالثه ووجهه نظر بالمناسبه. يعني انا واحد جاب الماتشين جونين الماتش اللي فات ما لعبوش الماتش اللي جاي الا لو كان في مدرب زي ما بنقول بيريح لمباراه يوم السبت، بس هيريح فين؟ مش عارفين الحقيقه. الله يكون في عون المدربين او المديرين الفنيين، دايما هي تجربه عمليه لحيره المدرب. شوف راي حضراتكم، تعليق بيقول راي، التعليق اللي بعده بيقول راي تاني، والتعليق اللي بعده بيقول راي تالت، في ثلاث تعليقات ورا بعض. الله يكون في عون في المدربين والمديرين الفنيين. احمد المنشاوي بيقول شريف بس اهم حاجه ان يلعب 4 2 3 1 مش 4 3 3. ماشي. احمد فتحي سيد بيقول تاو شريف عبد القادر لو الاهلي لعب بجديه وما خافش وضغط بقوه لو فايز هنفوز باكتر من هدف. عمرو عباس بيقول شريف طبعا. ماشي. ابعتوا لي حضراتكم ده سؤالنا النهارده على السوشيال ميديا بشكل عام، من سيقود هجوم النادي الاهلي امام بيراميدز؟ انا قريت شويه دلوقتي من الفيسبوك وهروح شويه لتويتر وشويه لبقيه السوشيال ميديا علشان اسمع برضو راي جمهور النادي الاهلي. خلينا برضو نروح برضو لاخبارنا النهارده. موسيماني بيطمئن على عمار حمدي وعلى كوكا. بيتسو موسيماري المدير الفني لنادي الاهلي حرص على الحديث مع عمار حمدي واحمد نبيل كوكا لاعبي الفريق قبل انطلاق الميران الذي اقيم مساء اليوم. ومشاهد امام حضراتكم كانت طبعا في ملعب التتش للاطمئنان على حالتهما ودعمهما معنويا، وذلك بعد جراحه الرباط الصليبي التي اجراها عمار في النمسا، فيما يغيب كوكا بسبب تداعيات اصابته بفيروس كورونا. عمار ادى جلسه علاج طبيعي ضمن البرنامج التاهيلي اللي يقوم بتنفيذه. يا رب ربنا يرجعه بكل سلامه. عمار حمدي احد اللاعبين المهمين للنادي الاهلي. دكتور احمد ابو عبله بيقول راح شهر ونصف لبدر بنون. ربنا يقومه بالسلامه. انا الحقيقه بدر بالنسبه لي وبالنسبه لكثير من جمهور النادي الاهلي نفسنا ان احنا نشوف بدر، ولكن اهم حاجه صحته. دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول قال ان الفحوصات الطبيه الاخيره اللي اجراها بدر بنون مدافع الفريق اكدت حاجته لفتره راحه تصل الى شهر ونصف بسبب تداعيات اصابته بفيروس كورونا خلال وجوده مع منتخب المغرب في بطوله الامم الافريقيه التي اقيمت مؤخرا بالكاميرون. اهم حاجه عند النادي الاهلي هو صحه اللاعب، ما عندوش اي مشكله اقعد، مفيش مشكله خالص. ايضا الجهاز الطبي زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي بيؤكد جاهزيه ايمن اشرف وياسر ابراهيم للمباراه القادمه غدا ان شاء الله امام نادي بيراميدز. كانوا موجودين، ادي ايمن اشرف امام حضراتكم وياسر ابراهيم ايضا موجود في التمرين. الاثنين كانوا موجودين النهارده في التمرين وهيدعم خط الدفاع سواء ياسر ابراهيم او ايمن اشرف. وتبقى بقى الاختيارات، بيتسو موسيماني هو اللي يختار من سيكون متواجد بكره في المباراه الهامه جدا امام نادي بيراميدز. جهاز المنتخب بيحضر مران الاهلي ويجتمع مع قفشه وهاني وشريف. كابتن ضيا السيد المدرب العام لمنتخبنا الوطني مشاهد امام حضراتكم اهو كالعاده، ومعه روجر ديسا وجيرارد مور المساعدان في جهاز المنتخب. كانوا متواجدين وكانوا موجودين على مران او في مران النادي الاهلي النهارده،
وضمن التحضير اللي كان متواجد فيه ضمن التحضير لمواجهة بيراميدز غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة في منافسات الدوري. استغل أعضاء الجهاز المنتخب تواجدهم في مران الأهلي في عقد جلسة مع أكثر من لاعب من المرشحين للانضمام لمنتخبنا خلال المعسكر المقبل، استعدادا لمواجهتي السنغال المؤهلة إلى كأس العالم. أبرز هؤلاء اللاعبين محمد مجدي أفشة ومحمد شريف ومحمد هاني. زي ما قلت لحضراتكم كابتن ضياء طبعا موجود وعارف كل هؤلاء اللاعبين وقعد معاهم وعارفهم لفترات طويلة سواء في المنتخب أو داخل النادي الأهلي، وبالتالي كان هناك لقاء حميمي ولقاء مهم جدا إن شاء الله. لسه كنت بتكلم مع حضراتكم في هذا الأمر، إن أنا بقول لحضراتكم إن من المحتمل في بجانب الخمسة اللي موجودين بعد إصابة أكرم توفيق إن أنت تلاقي محمد هاني موجود وتلاقي ياسر إبراهيم موجود وتلاقي عبد القادر موجود وتلاقي مجدي قفشه يرجع تاني، كل ده ان شاء الله هنعرفه او هيبقى متواجد خلال الفتره اللي جايه. الاسماعيلي بيعين كابتن محسن عبد المسيح مشرفا على قطاع الكره داخل النادي الاسماعيلي. طيب دي كانت أخبارنا النهاردة، خلينا نطلع نشوف تقرير عن اختتام أو ختام النادي الأهلي لاستعداداته لمواجهة نادي بيراميدز، ونطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نستقبل ضيوفنا الكبار الأستاذ محمود صبري والأستاذ عصام شلتوت، هنتكلم معهم في كل محاور اللي كنا اتكلمنا فيها مع حضراتكم خلال الانترو أو المقدمة اللي فاتت. نطلع فاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفنا ونجومنا الكبار اللي هيكونوا موجودين معانا النهارده للتعليق عن الاحداث الرياضيه بشكل عام خلال هذه الفتره. اساتذتنا الكبار الاستاذ مين الاول؟ استاذ عصام ولا استاذ محمود صبري؟ يا سلام اخويا الغالي. طيب نبدا بالعلى يمين، استاذ عصام شو ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن اسلام؟ شرف ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، شرف ليا. ربنا يخليك ايضا الاستاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ ده منور النهارده. كله كويس؟ الله يخليك. الحمد لله، عندنا كلام كتير جدا وامور كثيره جدا، ولكن خليني ابدا مع حضراتكم بمباراه الاهلي والمريخ. وكان هناك بعض الانتقادات يا استاذ عصام اللي طالت لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني في هذه المباراه، ولكن الكل تناسى كل ده وبيفكر في مباراه بكره ان شاء الله. هو ده النادي الاهلي وجمهوره، جمهور النادي الاهلي يعني حتى دايما لما بيطلع نداء من جمهور النادي الاهلي بتلاقيه طبعا مناسب جدا جدا للحاله جمهور الاهلي، يعني جمهوره هو حماه. يمكن امبارح بعض الجماهير كانت بتسالني على ده تحديدا، فقلت لهم خلاص في ما قبل المباراة وخلال التسعين دقيقة أو بعدهم بشوية شويتين اللي هو لغاية تاني يوم اتكلمنا وقلنا ربما أخطاء من وجهة نظر المتابعين والمحللين والأهم الجماهير، لأن دي صاحبة الحقوق الأصيلة. لكن فورا هتلاقي على مساء اليوم التالي الناس كلها راحت تاني في سكة جمهوره ده حماه، هيستنى النصر وهيستنى وياه وهيشوف وهيتابع هل هيكون هناك جديد وتحصل تاني يعني خطبة الاتحاد دي دون ما يكون في اتفاق مسبق عليها. أيوة. هكذا اعتاد جمهور النادي الأهلي، وبالتالي كلهم بدأوا يروحوا انه كان ما كان، ننتظر بقى بعض التحسينات، يجوز بعض ما كان يمكن ان يفعل ولم يفعل، على اساس انه بكره مباراة فارقة الناس مش هيبقى ماشي معاها الأهلوية فكرة ان عندي المريخ والدوري انا التقي الطموح وبيراميدز وكذا فاروح في سكه انه الماتش ده لا يهم، خلاص دي فقره ملغيه، لا الماتش ده يهم وكل شوط يهم وكل خمس دقائق تهم، وبالتالي ينتظروا اداء من النادي الاهلي يعوض الوقت اللي عاشوه خلال مباراه المريخ متوترين وقلقانين، ودي برضو حاجه طبيعيه، والاهلي بيخرج الناس تتكلم وتقول طبعا ليك حق حتى لو بالصمت، يعني مش لازم يطلع المسؤول يقول للجمهور لا انت ليك حق وكذا، لكن على الاقل بيقبل منه ما دام محب غير مغرض، ولا تساله يعني منتخب مصر لعب كويس يقول لك بس ايه رايك موسيماني وحش مثلا او الشناوي مش عارف ماله، خلاص الغرض بيبان. لكن هكذا اعتدنا من جمهور النادي الاهلي. تمام استاذ محمود، التحسين او كيفيه التحسين في ظل حاله الاجهاد الشديده، بلاش شديده عشان برضه بيقول لك انت بتكبر المواضيع، او في ظل حاله الاجهاد اللي موجوده
في النادي الاهلي. اقول ايه طيب؟ كل ما اقول كلمه امبارح انا بقول يا جماعه انا رايي، انا والله يا استاذ عصام انا بقول انا رايي ان الماتش ده يتاجل في مصلحه الاهلي وفي مصلحه كل الفرق اللي بتلعب في افريقيا، كل ماتشاتهم تؤجل النهارده، وفي مصلحه منتخب مصر، لان انت كده معناها ان انت لعبت السبت اللي فات، هتلعب السبت اللي جاي بس، وهتلعب السبت اللي بعده، وبالتالي اسبوع 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 هتخش على يوم 25 وانت عندك يعني رفاهيه ان احنا تختار الاختيارات اللي انت عايزها كمدير فني يعني. دي كانت وجهه نظري. لا لا بص يا كابتن، جزئيه بقى تاجيل ومش تاجيل، انا شايف انه خلاص يعني، وكان من الاساس لا 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 خلاص، انا واخد وجهه نظر، انا وجهه نظرك انت واخد بالي. وعشان ما نروحش الجزئيه اللي انت عارفها، واصلا انا مش عاوز ذهاب البيراميدز، وكانه مثلا ان بيراميدز يعني ايه اتحول الى ايه، لا تحول الى عقده للنادي الاهلي. هي دي النقطة اللي هو عايز يوصلك فيها يعني. ما هي دي النقطة اللي انت ايه بتروح فيها ويطلع لك طرف، او عايز يثبتها صحيح، عاوز يثبتها ويطلع لك طرف ويقول لك لا، او عاوزين اجيله اصلا طلبوه من غير صورة رسمية، وكانت عملية ودي لا يا خلي الاهلي يلعب بالظبط، ده لسه موسم طويل الدوري، لسه موسم التقاط الانفاس، مش مشكله بقى ان مساله المنتخب مش المنتخب اللي بيدير، المنتخب هم ايه عارفين مصلحتهم فين وشايفين وبيتابعوا ايه. لكن انت لما تيجي لماتش المريخ، ماتش المريخ فيه جرس انذار يا كابتن، جرس انذار واضح بصوره لجمهور الاهلي. جمهور الاهلي بيعرف ينقد ازاي فرقته طبعا، يعني حتى لما يبقى ايه هو نقده بيصل الى مرحله ممكن ما تبقاش في المدرجات، لكن في الثنائيات والاعداد ناس بتتكلم شوف فلان ولا، لكن في اكتر من لعيب فرقه الاهلي بامانه شديد بقول لهم ستوب، محتاجه مراجعه واقفه مع نفسي حتى في ظل حاله الاجهاد. لا في حاله لا لا في لا في البعض في تعالي شويه، في البعض مقصر في حق نفسه، في بعض بياخد الفرصه والثانيه والثالثه وبرده مش راضي، مش عارف في ايه يعني، مش يعني مش دي الروح. اوكي. وبعدين يجي في تجيب جولين، ممكن تركب الماتش 3 و4 و5 يجي فيك جولين. يعني برضو دي جديده على فكره، بس طبعا. دي يا كابتن اسلام بامانه شديده اتكررت، يعني لو رجعنا عملنا قراءه كده بسيطه هنشوفها في ماتشات كتير، كنت انت رايح يا اما بتجيب هدف وتفاجئ بايه؟ بهدف، بهدف تعادل وتأزم، وده اللي حصل الموسم اللي فات خلي بالك، وضاع بسبب ايه؟ نقاط كثيره كانت نتيجه انك انت ايه؟ فقدت خسرت الدوري. انت صحيح. في ماتش في افريقيا خلاص يا جماعه، انت البطل مرتين، مش هيستنوا عليك، خلاص لابد من ايقاف لحظه التوهج اللي انت عايش فيها وحلمك انك انت تروح للثالثه، بيحتاج الى اختلاف دوافع، بيحتاج الى دوافع قويه جدا، بيحتاج الى جهد كبير جدا. وبقول حاجه، النادي الاهلي من الميزات الفتره اللي فاتت السيستم بتاعه، لو رجعنا بالمدربين وعملناهم كده من الالمان وفتره اللي هي يعني سنتين ثلاثه، وبعد كده فتره مانويل سنه، وبعد كده راجع مانويل، كان في حاجه يعني في شغل ايه اللي هو الحضانه اللي كان فيها الفريق. الفريق كان بيقضي اكبر وقت في النادي في الملعب، اكتر كلام في الكوره، لكن انت الجيل الحالي مع كامل احترامي نسبه التركيز مش زي النسبه قبل كده يا كابتن اسلام. فانا بقول لهم انتوا يعني عندكم كل الميزات، كل النادي حاطط كل قدراته وتجهيزاته ودعمه تحت اللي انتوا عايزينه، بيوفر لكم اللي ما توفرش قبل كده، ما بتسافرش افريقيا رحلات عايز، بتاخد طيارات طياره خاصه وبتروح وتيجي، في ارهاق مع كامل في ارهاق، لكن برضه مش الارهاق المبالغ فيه. بقول يا جماعه بطوله افريقيا السنه دي ومسابقه الدوري مش هتكون نزهه، وتوقعوا كثير من المفاجآت، محتاجة بأمانة شديدة أكتر من لاعب في الفرقة محتاجين يقفوا، أيضا الإدارة الفنية محتاجة دعم، محتاجة قوة، محتاج لأ المسألة ما تستحملش أنك أنت تكون على ملعبك و2-0 وتفاجأ ب2-2، وكان ممكن الماتش دي كورة، ممكن الماتش تضيع منك في لحظة. نعم. لأ يعني بقول جمهور الأهلي سيظل داعم، سيظل مساند، سيظل خلف الفريق، على اللعيبه ان هم يعيدوا حساباتهم، لانه المرحله المقبله لا تتحمل، ولن يعني ما حدش هتنتظر منه يدعمك بالصوره اذا حدث اي امر في الامور، نزيف نقاط، لانه خلاص انت دخلت بقى ايه كل اللي حواليك، زي ما اتكلم كابتن سيد وقال لك ايه، كله بقى عنده دوافع دلوقتي مختلفه، كله بيدعم وبيشتري وبيعمل طبعا. فاعتقد انه لا يعني المريخ، مباراه المريخ وبيراميدز بكره ان شاء الله،
والمواجهه الصعبه مع سان داونز اعتقد هتبقى ثلاث يعني ايه حسابات، هتبقى لازم تكون حسابات مختلفه يا كابتن اسامه. حسابات مختلفه يا بدأ كابتن من ماتش بيراميدز الحقيقه يعني. مش المريخ بس، لانه الحقيقه الناس لما تكلمها في الجزء اللي هو الجماهيري لا الناس واعيه وعارفه ان النادي الاهلي، ودايما بنقول كده في تجمعنا هنا النادي الاهلي دائما هو سباق بكل جديد. يعني برضو الناس بتلاحظ انه لما يخرج المدير الفني علشان يقول للعيبه اشتغل على نفسك، مفيش تلميذ مش محتاج الاستاذ، وبالتالي لا انت المفروض النهارده وده ان شاء الله بعد المباريات الحساسه اللي جايه لابد ان يكون يعني الكل حاضر لده. الاهلي يحتاج يعني استكمال الجهاز، والفكره مش فكره مدرب اخر، الفكره باينه قوي، فكره التدوير والروتيشن. وانا بتكلم في الكوره كما اقراها، انا مش بتاع الكوره جواها، لكن انا ممكن انقل للناس اللي بتحترمنا وجهات نظر واقول له انت صح ولا غلط قياسا بالكتاب. الاهلي فعلها والدنيا هوايه، الاهلي يحتاج لمساعدين ومتخصصين وناس تدرب على ضربات الجزاء، وناس تدرب على الشوتينج، وناس تدرب على الهيدرز، وناس تدرب على التاكلينج. شفنا ده في عصور هوايه. الاهلي يحتاج ايضا لليوم الكامل، وما اعتقدش ان دي تضايق اصلا لا الاجهزه الفنيه ولا اللاعبين. حتى ده بقى سؤال مطروح من نبهاء او الناس اللي بتطلع من جمهور النادي الاهلي، اللي هو ما بيعرفش يترجمها المحب اللي مش بيتابع الحداثه. انت عارف دلوقتي في جيل ما شاء الله مش بس سوشيال، ده بيقرا وبيروح وربما بيخاطب جهاد عبر الايميلز، يعني اكتر ربما من الجماعه العموميه بتاعه اتحاد الكوره. أيوة. عارفين فين الحتت اللي يكلموها، فبيلاقي انديه لا يقل النادي الاهلي عنها قاريا شيء، وبيلاقي ان الجهاز الفني فيه ناس يعني مش كل الناس بتجري 20 لفه، ومش كل الناس بتعمل 5 ضغط، وبيلاقوا كريستيانو رونالدو مكتوب قدامه عشان يجيب جون بيشوط 50 كوره 3 مرات في الاسبوع زي الانتيبيوتيك. الناس عايزه تشوف ده في النادي الاهلي، زي ما شافته مع كوتي في الهوايه، التدريب من 3 ايام للاسبوع كامل ومرتين في اليوم مع مستر فايسا، وازاي التسخين بقى بالكوره و3 5 2 ما كانش حد يعرف عنها حاجه. هلم جره بقى وانت جاي، لما تلاقي مانويل جوزيه كمان جاي وبيعمل اليوم الكامل دون ضجيج ولا اصل، يعني انت تروح تروح فين؟ الناس كلها في كل العالم بتروح شغلها الساعه 7 الصبح زي بالظبط اللي بياخدوا القهوه والكرواسون، كل العالم كده. انا شفت 12 نادي تحديدا مفيش واحد فيهم غير التاني وفي قارات مختلفه. الاهلي لابد مع كل ما يقدمه للناس المستخدمين باللغه العربيه اللي بينطقوا بعنايه، لحد بقى دعمه ولا حد سنده، بالعكس انت تليق على النادي الاهلي بتفوز بالمنصب، لا لازم يقول له حضرتك هنا للعمل الكامل وتضع هذه الاستراتيجيه ودي الفوز، وبالتالي للجهاز انه يكفيه فخرا انه يشتغل مع تيم وكانه في الغرب. انا مش هقول اوروبا كلنا قارات، لكن في الغرب ليه؟ لانهم حريصين انه ده ياخد حقه علشان يعمل احسن شغل. هيلاقي اداره اللي بتقول له تلعب مين ولا ما تلعبش مين. ما تنصفش ابدا اللاعب على مدرسه او التلميذ على استاذه، ومن ثم كمان هو لازم يشتغل باحدث المعدلات والمعدات يا كابتن اسلام. نعم. واعتقد ان الاهلي اكيد داخل على المرحله دي زي ما عودنا دايما، لكن الان ولابد ان الجمهور يعرف ده، لدينا 3 مباريات هام وعاجل. بكره ان شاء الله يعني بعد خلاص احنا يعني جغرافيا بقينا بكره باذن الله يعني، وبما يسمى بمباراه كره قدم تليق بالنادي عشان لا احد يخرج بعد كده عن فكره يعني ان هو قال ايه ما شاء الله بقى مطب صناعي للنادي الاهلي، لا مفيش حاجه اسمها كده. اللعيبه لازم تدافع عن فرصها، وبالتالي مباراه المريخ ثم مباراه سان داونز، حتى المريخ اللي هم نصنا الثاني والهلال السودان بداوا يلعبوا حتى في المساحه دي، لولا ان هناك رجال تعي معنى الوطنيه وشافت يعني بعينيا ما قدمه الاهلي دون حتى اعلان. الراجل رئيس النادي راجل محترم، لكن برضه في حد تاني كده ايه يظهر بيتلقى مساهمات ويستعين بصديق فطالع برضه يقول لك لا وظلمونا ومش عارف ايه، لكن صوته مش واصل لانه بيقول كلام ما ينفعش. وبالتالي 3 مباريات الجمهور الاهلاوي مستني بعدها تحسينات كثيره جدا تليق على النادي الاهلي وليس غيره. استاذ محمود، كابتن محمود البنا واحد من افضل الحكام الموجودين في مصر وفي افريقيا، ايه رايك في تعيينه غدا حكما للساحه في هذه المباراه المهمه جدا؟ هو الانسب من وجهه نظري
اختياري موفق من لجنه الحكام، اولا البنا من الحكام اللي هادين في الملعب، اتمنى له التوفيق اولا، توفيق ومعاه المساعدين، واتمنى كمان للي قاعد في غرفه الفار يكون يعني حريص. وانا عندي ملحوظه غريبه جدا في الكابتن احمد الغندور الحقيقه النهارده. كابتن احمد كان بيحكم مباراه الاسماعيلي بكره هيحكم حكما، هل ده طبيعي؟ انا معرفش، انا بس يا ملحوظه يعني بامانه شديده لا كان المفروض يكون في بديل. يعني في حكام تاني، يعني انت قدمت لنا ثلاث حكام حكموا يعني قمه الدوري، كابتن بنا وكابتن محمد معروف ويعني كابتن محمد الحكم محمد عادل ومحمد عادل محمد عادل دلوقتي في قرار بالمساله بعد الاحتواء اللي حصل. اعتقد انه كان ممكن يبقى محمد معروف موجود في الفار، لانه برضو الغندور سبق لي قبل كده في الفار مع النادي الاهلي وفي حاجات لقطات، لكن انا ما بحب اسكت فيها وبقول انه دايما البطل لا ينتظر المساعده من الاخرين. طبعا البطل عليه ان يجتهد. لا انا ما بتكلمش عليه أخد... لا لا انا لا اصل ده الكلام ده ممكن يتاخد ويوديك يقول لك انتوا عايزين. لا مش حضرتك لا 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 ده احنا لا ده احنا نكتب ترجمه على الشاشه بقى، ده راي الصحافه. انا قلت كده لا الحقيقه ده راي الصحافه يعني. يعني لو حضرتك بتسالني عن حكم وبتقول لي ده هايل وانا قلت لك احيانا يا فندم انا امبارح قلت حضرتك ايه؟ انا اسلام النادي القناه سوري او انا اسف البيت الكبير رايه ان احنا ناجل الماتش. ناجل بس يعني. قال لك النادي الاهلي نزل بيان على قناه يا جماعه. نعم. ما حصلش طبعا. لا لا ما قريتش قريت تاخدت في خمس ست حاجات. الهدف الهدف ايه الهدف من الموضوع ده؟ انا ما فهمتوش كابتن اسلام. الهدف من اللي انا بقوله انه البطل دايما زي ما الناس بتحاول البعض يحاول يصور والكلام اللي بيتقال اللي هو ملوش لازمه ان احنا نرد عليه، لان الرد عليه بيعطي له قيمه. انا لما بقول هذا الكلام بقول مهما يكن مين اللي في الملعب، انت كقدراتك وثقتك في نفسك وامكانياتك تجبر اي حد انك انت بالفوز بالجهد بالعمل الكبير اللي انت بتعمله. بالزبط. مباراه بيراميدز من اصبحت من المباريات الكبيره. مظبوط. النادي الاهلي مش فيها النادي الاهلي فلازم تبقى كبيره. طبعا فريق في الطرف الثاني بيطور نفسه بيتعاقد مع لعيبه. لا هو مش بيطور هو بيصرف. بس طبعا بيصرف يعني طبعا ما حدش عارف ده بيحصل ازاي، لكن الى ان يحدث ضبط الادوات الكره انت بقى هتفتح بقى موضوع ثاني. لا ما اقصدش بس عشان احنا قلنا عايزين ترجمه للناس. اختيار البنا واتمنى له التوفيق في المباراه وكمان يعني المساعدين اللي معاه، واتمنى للي في الفار يكون برضه حريص على انه الحكم اللي في الملعب. بس نجاح المهمه يا كابتن اسلام يتوقف على الحكم اللي بيدير، لانه الحكم طبعاً. اللي بيدير هو اللي بيختار هو قائد الملعب. الامور في الفتره الاخيره انه اصبح الحكم اللي في الملعب بينتظر المساعده من الاخر، ودي في حد ذاتها كارثه. لانه لما انت بتتفرج واحنا بنشوف دايما مين صاحب القرار، يعني ممكن الفار يقول لك قرار انت ما تقتنعش بيه، ممكن ما تطبقوش انت طبعا الفكرة. ايوه طبقا للبروتوكول هو سيد الملعب على فكره الحكم اللي معاه الصفار سيد الملعب. طبعا نتمنى ان احنا نشوف مباراه مهمه ومباراه كبيره جدا. وبقول انه لعيبه الاهلي في مواجهه كبيره بتظهر فيها دايما طينه الكبار، عشان كده انا البطل عليك البطل بيبان في مثل هذه المواجهات. وعشان بقول لهم يعني يا جماعه المباراه شوفوا انتوا كنتوا فين، يعني انتوا كنتوا في كاس العالم للانديه. يعني لعبتوا مع مستويات بمحترفين يفوقوا، مش عاوزين نتكلم عنهم، ويكفيك محترفين الهلال السعودي. أيوه. يكفيك مع مونتيري اللي انت مع بالميراس اللي هو يعني بطل. يعني عاوز اقول لك ايه، لا خلي الثقه يعني في نفسك امريكا الجنوبيه طبعا خلي الثقه في نفسك وثقه الجمهور الاهلي. أيوه. ولاعيبه الاهلي الثقه في النفس والجهد والعمل اللي هيتم بكره نابع من حاجات كتيره جدا. أوكي. صح هتواجه منافس هدفه رقم واحد وده من حقه انه طبعا عايز يعمل لنفسه تاريخ ويدور، والتاريخ ده هيتعمل من خلال مين؟ عايز يصار مع البطل. طبعا مع البطل يعني. فلازم البطل يبرهن بكره على قوته. صح. على تحضيره المباراه، واتمنى يعني ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي ومصر المسلمين يكون حاضر في اختيار التشكيل، وان شاء الله نشوف مباراه كبيره ان شاء الله. استاذ عصام، هل اختيار كابتن احمد الغندور مره ثانيه، لان انا قعدت فكرت هي ثلاث حاجات، اما هناك نقص في الحكام الفار فبالتالي كابتن احمد الغندور يحكم النهارده مباراه للاسماعيلي والمقصه في اسماعيليه ويجي بكره يحكم الاهلي والبيراميدز في الفار، او ثقه كبيره جدا من لجنه الحكام في الكابتن احمد الغندور وشايفين ان هي مباراه كبيره
وبالتالي عايزين يحطوا كابتن احمد الغندور اللي هو حكم كبير يتحط في هذا المكان عشان يبقى دنيا تمام. يا اما الحاجه الثالثه، هل هناك تعيينات معينه لحكام معينه في مباريات معينه؟ هم دول الثلاث حاجات اللي في دماغي بصراحه. شوف يا كابتن، هو في ميكس من الثلاثه، لكن في النهايه الامر يصعب فهمه يعني. عشان كده يعني بنروح للبطل تاني. انما هو طبعا في قله مقصوده في حكام الفار، الدورات والحاجات دي. أوكي. زي ما بالظبط كده الاخوه اللي جم اخر لجنه بتاع ليس كل ما يعرف يقال، كانوا متفقين مع الشركه بتاعه الفار، وده كلام حقيقي جدا اتاكدت منه على مسؤوليتي، انها بتعمل بالماتش لغايه التريننج ما يحصل. لانه زي ما تكون دي العربيات مثلا بتاع اللي هو معرض السواق اللي بيعلم السواق، الى ان تاخد الشهاده فيجيب لك العربيه الجديده. اوكي. وبالتالي كل مباراه اعتقد 3000 وحاجه دولار ما دفعوا لهمش، بدعوى ان هم العقد وحش والناس دي مش شركه ومش خبره. طلعوا هم شركه حقيقيه، لكن خلينا نقول برضو الحقيقه ان كان فيها ان اللي هنا دول ما هماش يعني الاصل، دول زي موزع، ولكن ما اخلوش بالعقد. المهم ان هم فضلوا بقى هم يصرفوا، لان التاني كان عايز يعطل الفار او يخليه بالمشهد ده او يستفيد من يعني طرديه الصحاب في الصحاب والحبايب اللي جاي لحضرتك اهو. يفترض بقى ان الاتحاد الجديد ده جاي عشان يعمل ايه؟ أيوة. علشان يقطع الورق القديم ويحط العقد الجديد نصب عيني، ويسدد للناس مستحقاتها عشان يجيبوا الفيرجن الجديد اللي هو بقى فيه الضبط بتاع الاوفسايد واللي فيه كل الادوات، الى جانب التريننج بتاع اللي هو اللي بيبقى موجود معاهم الفني ده، يبقى هو كمان عنده دورات بيجتاز. اللي اجتازوا الدورات الغندور وابن الكابتن الشناوي ومش عارف يعني كام حد، وابن الكابتن عزب وحاجات كده، على اساس يعني هم قريبين من الفصول فبيروحوا هم اول ناس الصبح، ما عندناش مشكله. فهنمشيها انه في قله، ثم اللي هو امتدادا لاحد يعني من الاسماء، فيا سيدي ماشي الجينات، لكن عليه هو كمان انه يتذكر جيدا انه هو احمد الغندور، وانه الغندور الاصل راجل عالمي ودولي وكذا. وانا كنت سعيد بيه لما كان بيحلل في القناه الناقله لامم افريقيا، الحقيقه كان رائع، كان نموذج مصري رائع. كابتن عصام عبد الفتاح فين دلوقتي؟ بيدي محاضرات كده على رفيع يعني في الفيفا، تبع الفيفا في الامارات. طب انتوا بتعملوا بقى هنا كده ليه؟ هو احنا دي ما تستحقش منكم انه الناس اللي بتروحوا تحضروا معاهم دول تجيبوا لنا كام حد منهم؟ ليه لا؟ انا مش عارف. زي اتحاد كوره يسمع بيان من النادي الاهلي عاجبه مش عاجبه فيوزع على كتيبه صغيره يعني، وده ما يصحش. انه ايه؟ السيد جمال علام اتصل بيهم وقال لهم ما حدش يرد، هو يعني الاهلي ما بيعمل بيان؟ هو انت فاهم ان الاهلي عامل بيان عشان انت ترد؟ الاهلي يريد ان يكون الشارع المصري هادئ في اوقات عصيبه على الدنيا بحالها، افهموا بقى دي يعني صناعه بهجه وصناعه امن قومي في نفس الوقت. أيوة. وبالتالي يصدر لك انه خلي بالك الجمهور تعبان ومأزوم وسامع الكلام، واحنا عايزين الصناعه تدور والعدد يزيد. ويمكن الرابطه النهارده بتؤكد انها، اللي انا برضو ما اعرفش بتيجي امتى، محدش عارف مواعيدها برضو، لكن طلعوا النهارده قالوا هيطالبوا ان العدد يزيد عشان يبقى فيه بيع وشراء، مش فيه لقد رصدنا 300 مليون وهنشتري احسن لعيبه وانت مش عارف الانكم منين. الحاجات الصحيحه دي متعبه. فالبطل هنا عليه الا ينتظر من الاخرين الا كل ما هو ان يضعوا عراقيل في طريقه يا كابتن. حتى شخصيه البطل طبعا. في السينما هو بيجري بالحصان ينط من فوق القلعه ومش عارف ايه ويكسر السهم اللي جه في صدره، ما فيهاش حل تاني. مستحيل بتاع الاستاذ نبيل يا كابتن، والله ما فيها حل تاني. يعني ليه؟ الى ان يستطيع ان يصل برسالته. نعم. فيخرج هذا الذي يعبث في المدينه الكرويه المصريه. ليه؟ لانه هم مش واخدين بالهم في قادم الاحوال. مش النادي الاهلي بقى، هناك من بدا بالفعل يعرف انه مصر غير اتحاد الكوره، وان في الفيفا شكاوى من حاجات كتيره مخله تخلي الدوري مش مصر برضه ولا المنتخب. يسالوا اللي مشغلينهم دول، وحاجه منهم خاصه بالنادي الاهلي اللي كانوا مشغلينهم بقى. ما انا بقول لحضرتك. لا، مش اللي هنا كمان، اللي برعايه فلان. فلان ده مش هيقدر. هناك شكوى ضد انفنتينو تحديدا في الكاس، المحكمه الرياضيه الدوليه. أيوه. باعتباره هو المسؤول بشخصه، وبالتالي مش هيبلع بقى ان هو سايب دول.
حتى الراجل متسبي، ولو حضرتك فاكر هنا قلت لك هذا الرجل قادم، ورأينا يعني التحامه مع الخطيب ورئيس مازيمبي وتاني اتنين تاني من القارة اللي هي الأندية الكبرى. ماذا حدث؟ الدغدغ على دماغه عشان ما يقيمهاش تاني من هؤلاء العرابين عشان يروح للسيد إنفنتينو، مفيش كلام. هم زعلوا من إيتو ليه؟ وانت هو إيتو كان قال لهم فعلا مش هقعدكوا هنا وبتاع. إيتو قال لهم الملاعب دي نقدر نشتريها، نجوم القارة دول يقدروا يلعبوا هنا، أجسام الاستادات دي بتعملها شركات في موضوع كبير يا كابتن. وبالتالي هنا أولى بمصر مقر الاتحاد الأفريقي إن اتحادها الحالي يطهر بقى ده إذا كانوا يريدوا صلاحا. يعني عموما هم ماشيين في هذه الإجراءات وفي هذا الاتجاه. مقارنة فنية أستاذ محمود ما بين بيتسو موسيماني وإيهاب جلال. كابتن إيهاب جلال الحقيقة عامل شغل جيد جدا مع فريق بيراميدز سواء في الدوري أو حتى في البطولة الإفريقية. بيتسو موسيماني واحد من أهم وبيكتب اسمه الحقيقة بحروف من ذهب مع النادي الأهلي، وبالتالي الاثنين كل واحد عنده فكر، ودايما بيتسو بيفاجئنا بحاجات، دايما كابتن إيهاب بيفاجئنا. المباراة السابقة كانت نزهة بالنسبة يعني كانت مباراة سهلة، بلاش نزهة عشان كان بيلعب المقاولين العرب اللي كان في أسوأ حالاته الحقيقة، وبالتالي كابتن إيهاب جلال لعب عدد كبير من اللاعبين اللي ما بيلعبش بيهم دايما الاحتياطيين عنده، ونزل الأساسيين في آخر خمس دقايق وآخر نص ساعة في المباراة، وبالتالي هو مريح والأمور جيدة وده حقه طبعا. على الجانب الآخر بيتسو موسيماني كان بيواجه فريق كبير، فريق المريخ، مباراة قوية، مباراة خشنة، مباراة فيها 2-0 ثم 2-2، ضغط عصبي كبير. كيف يفكر كل مدير فني من وجهة نظرك في هذه المباراة الصعبة جدا في ظل أو في ضوء اللي بيحصل حوالينا أو اللي أنا اتكلمت فيه ده كله؟ يعني أنا ما أقدرش أقارن ما بين الاثنين. أوكي. يعني لأنه اختلاف يعني رصيد البطولات على الأقل. يعني فرق كبير يعني رصيد البطولات تحديدا جدا، وما بين مدرب تحمل ضغوطات وعمل مثلا عدد كبير جدا من البطولات في جنوب افريقيا مع سان داونز، عمل دوري ابطال افريقيا 2016، عمل مع النادي الاهلي في 7 شهور 8 شهور بطولتين دوري ابطال افريقيا غير بقى برونزيه. ولكن عاوز اقول لك فاز بنتائج مباريات كل الكبار في القاره طبعا على فكره. انا عاوز اقول لك انه يعني المباراه هتبقى صراع ما بين مدرستين. خلي بالك انت عندك هنا تنويعة من اللعيبه ما بين جنوب افريقيا والمغرب وتونس وبوركينا فاسو ومالي، في كل الادوات اللي موجوده ما بين الفرقتين. ناهيك بقى على اللعيبه عندك كانت عندك وراحت للطرف الثاني، فهيبقى في دوافع مختلفه. النهارده يا كابتن اسلام المدير الفني اللي هيستطيع اختيار التشكيل المناسب واللعيبه اللي هتستطيع تؤدي دور ودورين في الملعب بامانه شديده بيبقى لها افضليه. يعني انت لما يعني تسمي تشكيله الاهلي وتشكيله الاهلي بدات تبدو كانها واضحه في الترتيب في المساله، من الشناوي لمحمد هاني، عوده ياسر ابراهيم النهارده مع كمان وجود رامي ربيعه، كمان عوده ايمن اشرف، هل هيكون له دور؟ كمان محمد عبد المنعم، عندك علي معلول في نص الملعب، هل هيلعب بثلاثه حمد فتحي وديانج وسليه؟ هنقول هل يعني عارف اللي هو يعني كذا تصريح دلاله اكتر من جاهز. يعني عاوز اقول لك وهل هيلعب؟ يعني احنا سمعنا بعض الاخبار في بعض المواقع بالمناسبه وبعض او على السوشيال ميديا ان هو من الممكن جدا ان هو يغير من طريقه لعبه ويلعب 3-4 تاني يريح بعض اللاعبين او يريح بعض اللاعبين لما هو قادم. يعني الصراع هيبقى كبير جدا على الطرفين، هيبقى مهم جدا حال التركيز محمد هاني، كمان تركيز علي معلول. يعني عاوز اقول لك ايه، هيبقى في شغل كبير، في عمل، في مباراه كبيره كده تتوقعها. موسيماني كابتن ايهاب جلال دي من المواجهات اللي هتبين الحاله اللي ماشي عليها بيراميدز في تفوقه في الكونفدراليه وفي الدوري، لانه هيصطدم بالبطل. اي ماشي، مش هقدر اقول لك انه يعني التفوق، لا، بيراميدز السنه دي مختلف كتير جدا، يمكن اكتر من صفقه بامانه. انا يعني كمتابع لا، فرقه واقفه على رجليها بالظبط، خاصه الصفقه اللي في نص الملعب تراوري او ابراهيم توري بتاع كوت ديفوار، ايضا المهاجم بتاع كيب تاون، لعيب يعني خطاف سريع جدا، ايضا وليد الكارتي من اللعيبه اللي انت عارفهم بيجوا من تحت، وطبعا كمان رمضان صبحي دلوقتي في رمضان كمان. فعاوز اقول لك ايه، انه دي ادوات مع عبد الله السعيد، دي ادوات اللي هي في ايد ايهاب جلال. كابتن ايهاب حاله
اللعيبه في المباراه في الفرقتين. خلي بالك فيصل يعني يوم المباراه حاله اللعيبه تبقى عامله ايه؟ طبعا كل تفكير لتفكير المديرين الفنيين كل واحد هيكون مهمته ازاي يسيطر على منطقه المباريات. لكن انا من وجهه نظري الفريق الذي سيدافع جيدا وسيدافع جيدا سيفوز بالمباراه. الفريق اللي مش هيهتم بالدفاع بقوه ويلعب يعني اعتمادا على السرعه وعلى التحركات هيبقى يعني هو ده الاقرب للفوز. الفريق اللي هيستفيد من الفرص اللي ممكن تكون شحيحه ممكن تكون قليله جدا فيها كمان استخدام بعض التفاصيل المهمه جدا سواء من موسيماني او ايهاب جلال هتكون فيصل. انا شايفها يعني مباراه كبيره شايفها بخبره المباريات ومشوار موسيماني اعتقد انه يستحق انه يقدم مباراه كبيره لحاجات كتير. جمهور الاهلي منتظر منه قدام بيراميدز وايهاب جلال انه يبرهن على قوه البطل وانه البطل ممكن يمر بظروف عادي جدا هي دي الكوره. لكن في المباراه اللي زي دي تجهيز اللاعبين نفسيا هيكون فيصل ومهم جدا. حاله اللعيبه الاختيارات هو تفكيره عاوز ايه من المباراه اللي جايه عاوز ايه من المباراه اللي جايه كمان يعني هو كمان عنده حسابات مباراه سان داونز كمان سان داونز كمان نقلك وخلاك 3 العصر وسفر بعد الطريق كل ده الحسابات. لكن ايه اعتقد التركيز كله هيكون في 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 الدوري لان الدوري رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي. اكيد طبعا يا كابتن لان انت في الاخر عندك مهمه قدام فريق كل ما يستطيع ان يقدمه قدام النادي الاهلي هو ان يفوز بالمجد اذا استطاع انه يعني يكسب البطل طبعا. وبالتالي هو اعد العده جيدا بكميه من اللاعبين غير مسبوقه يعني بلا حسابات يعني ماليه تحديدا. وبالتالي هو يملك هذه الملاهي الى جانب قله في المباريات او المشاركات دوليا وقاريا يعني. وبالتالي عنده شويه راحه بدنيه للاعبته ما عندوش كمان دوليين كثر يعني زي النادي الاهلي. كمان في حاجه مهمه فات بس السيد موسيماني بس هو راجل بقى يقدر يتدارك ده فكره التدوير مبكرا فهو دلوقتي لا يقدر يدور فورا ولا يقدر كمان يلعب الجيم زي الفرقه دي باقل من الاساسيين لان النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها احتياطي عنده بدلاء عنده احتياط بس في بنك جنبه لانه غطاء ذهبي ليه. لكن ده اللي بنقوله ان شاء الله بعد هذه المباريات الحساسه إعادة الحسابات دي فورا انه يبقى عندك 23 لعيب لما لا يعني انك انت في اوقات الفراغ اللي هو بالنسبه لبقيه التيم يطلع الفريق ده يلعب ماتش هنا وماتش هنا حاجه كده زي الفريق الثاني في كل دول العالم. ده اللي هيفتح يعني رؤيه جديده وده اللي هيخلي التدوير بالنسبه للسيد بيتسو ما اسهله لانه ساعتها هيبقى عنده مخزون لبقى لميكي لحسام حسن لكل الموجودين مع طبعا عوده الكتيبه زي المغربي وغيره. لا لازم هيبقى فيه انفراجات خاصه وانه السوق الكروي السنه دي يبدو ان قادم كده على يعني يمكن الدوره الاولى لمجلس الكابتن محمود الخطيب لما حصلت كده هجمه شراء من اي حته وكل حته بارقام يعني فلكيه لا يستطيع الاهلي ان يفعلها مهما كانت الفلوس في الدولاب او على الرف يعني. ليه؟ لانه من الصعب ان انت تقيم لاعبين في دوريات منزوعه الدسم الجماهيري وبالتالي الانكم والا بقى الاهلي يشوف له حد يقول سنرصد. والاهلي دي مش طبيعته. الاهلي فريق محترف فريق عالمي فريق يملك كل هذه الجينات التي تحاسب عنده ليفل للتسعير وبالتالي لا يمكنه ابدا ادراك اللاعبين اللي ب 50 مليون وبتاع واللي ما حدش عارف بعد كده بيروحوا فين يعني او لما جم يا ترى بقى في تذاكر بتتباع زياده الحاجات اللي بيحسبها النادي الاهلي يا ترى عندهم ستور اصلا يا ترى عندهم اي حاجه يعني بتعمل حاجات من دي يعني ولا هي الحكايه ايه حد جايب لابنه بلاي ستيشن الله اعلم. لكن خلينا نقول ان النادي الاهلي في هذه المرحله فور ولا فايف ايه فور ولا فايف 6 بقى في 6 دلوقتي يا عم والله لا لسه ايه 5 اخر حاجه لا الناس بتتصرف برضه يا كابتن الناس لبعضيها يا كابتن صحيح على رايك بس فهو ده الموضوع. انما هنا تروح عامل ستوب زي ما الاستاذ محمود قال وحضرتك طبعا اكدت وكنت احد ابناء صفحات هذا التاريخ يعني في وقت ما لا هنا بقى شخصيه البطل ايوه بمن حضر وشفناها في منتدى الحقيقه يا استاذ محمود بالظبط لا طبعا لا يعني شفنا هذا الامر طبعا بتبقى الامور انا محتاج انا عايز كل اللاعبين يبقوا معايا
انا ساعتها كان عندي 14 لاعب مش أيوة. موجودين في ماتش مونتيريه. انا عايز افكركم حاجه قبل ما انساها. شوفوا رابح ماجر هذا العالمي العربي الجزائري قال ايه بعد ماتش المريخ عشان الناس تعرف يعني ايه بمن حضر، مش بس يعني ايه النادي الاهلي. أيوة. يعني ايه كتله من التاريخ مع ناس في الحاضر بتدير بنوايا ان المستقبل يكون لصالح الموجودين بعدهم. مش فكرة انه يجوا هم يروحوا كحتنها بالبلدي وخلاص لسنواتهم هم. لا، كما تسلموه كابر عن كابر بيسلموا النادي الاهلي ناجحين وقدموا شيء للمستقبل يفضل سابق بيه على طول. كابتن، مباراة بيراميدز مباراة قلب، مباراة روح. نعم. بأمانة شديدة. قال فن الفنيات موجودة لكن لابد انك انت تحتاج اللعيبة يتحلوا بالقوة. أصل دي مباراة بتبرهن على حاجات كتير، هي قلب زي ما قلت. لازم بتبرهن على قوة البطل، وعاوز لعيبة الأهلي لازم يدركوا انه في حاجات كتير توقف عليها نتيجة المباراة. طبعا الرد على حاجات كتير وقطع ألسنة تحاول ان تنال من الفريق وتقلل منهم وكلام كده. شوف رغم كل اللي انت عامله ده كله، هناك من يجد لنفسه الفرصة ويمتلك ويماري ويكذب. حول فريق وصل للمستوى اللي هم وصل. فمباراة بيراميدز، اصل الاهلي مش عاوز يلعب، اصل الاهلي خايف من بيراميدز، اصل الاهلي مش عارف ايه، عارف انت الكلام. صح. كله ده كلام يعني بيحاول ايه النيل من العزيمه، يحاول النيل من الاصرار. لكن عايز اقول لك انه لعيبه النادي الاهلي نفسهم مطالبين بالرد وباثبات في 90 دقيقه على حاجات كتيره جدا، وناس كتيره جدا محتاجه تقف مع نفسها وتقول انها تستحق انها ترتدي تيشيرت النادي الاهلي. صحيح. النادي الاهلي قدم لها كل الامكانيات وحطها في الصوره وحطها على منصات التتويج، ومحدش صاحب فضل على هذا المكان. المكان ده هو صاحب فضل على الكل وعلى طبعًا الجميع. طبعا. والفريق دايما الاهلي من اهم ذاته انه دائما المجموعه كلها بتزيد وتنصهر في فرد واحد هو اسم النادي الاهلي، مفيش نجم. فاعتقد انه مثل هذه المباريات هي مباريات صانعه النجوم. فريق قادم عنده كل الامكانيات، اموال كبيره جدا طبعا، دعم كبيره جدا، هدفه حاجه واحده بس، هو منافسه البطل. صح. على البطل وحقه ان يوئد ان يوئد هذه المحاولات مبكرا. صح. مباراه مش مستحيله، مباراه مش صعبه، هو عندك رجلين زيه وعندك ايدين زيه وعندك قدرات انت احسن منه، انت البطل، فمطالب انك انت تبرهن. طيب. مطالب الناس. صح. تراجع اخطائها. صح. وتراجع تركز، اذا ما كانش في تركيز في المباراه دي هيبقى عندنا هيبقى في مشكله يا كابتن. طيب. اخيرا يا استاذ عصام، تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظرك، وبالمناسبه انا لما بسال ده تشكيل النادي الاهلي مش معلومه عند الاستاذ عصام ولا معلومه عند الاستاذ محمود، هم بيقولوا وجهه نظرهم، ممكن يبقى وجهه نظره ان الاهلي يلعب 10-1 يعني. لا، انا وجهه نظري ان النادي الاهلي لا يعطي فرصه لفكره التامين الزائد. انت لا تلعب يعني مع يعني شريحه اعلى، يعني ده مش تقليل من حد، ده فعلا اقصد. لا، فنيا يعني احنا مش مثلا مش بنلعب مع حد من التوب فايف في اوروبا مثلا. لا، احنا بنلعب برضو في الاخر في محيطنا المصري والقاري افريقيا. نعم. وبالتالي ده النادي الاهلي وده بيراميدز. التشكيل يبقى الطريقه 4-2-3-1. اوكي. لازم الباكين هم معروفين، لا وقت ان انا اقول علي مجهد، ما فيش في الوقت ده الكلام ده. يعني حضرتك مع البدء بعلي معلول من البدايه. علي. أوكي. ومحمد هاني. أوكي. وفي قلب الدفاع اتصور لو كان ياسر واشرف يا دوبك عائدين من الاصابه يبقى ربيعه زي ما هو. اوكي. حمدي فتحي والسوليه، او حمدي فتحي والسوليه واليو ديانج. ماشي. تمام. قدامهم واحد من اثنين، اما قفشه او عبد القادر، وبالتالي يبقى عندنا في الفراوده محطوط محمد شريف فرود، وعلى جناح ميكي سوني، وهو طبعا لما تقول له العب لازم يلعب. وانا برضه سوني ولا بيرسي تاو؟ لا، ميكي سوني. بيرسي تاو في مباراه زي دي محتاج الا يبدا من وجهه نظرك. حضرتك قلت انها طبعا مش معلومات. لا لا طبعا، لانه قدم في 25 يعني النص دقيقه ل 30 دقيقه شيء رائع جدا، لكن المسافات بين اصابات عضليه منها اللي هو الشد او الاقرب للتمزق محتاج وقت عشان يعود، لانه كمان لعيب شاطر. نعم. وخبره، ما رضيش يدوس على نفسه في بعض الاحوال. صح. يمكن صح. الناس كانت فاكراه مؤمن، لا ده خبره لازم يعمل كان بيرجعها ماشي، لازم عليك يعمل كده، والا التمزق كان هيبقى اخطر. وبالتالي
اديله فرصه يكون الناس بذلت شويه جهد، انما لابد لك من عبد القادر ولابد لك من ميكيسوني. انت في فرص راحت، بس ممكن يكون الراجل اللي عنده وجهه نظر فنيه بقى، ده لسه كمان دي وجهه نظر المدير الفني عصام شرطوط، ده هو ده المسؤول بقى في الاخر. وكمان في ظل يعني متابعه من الخطيب ومحسن صالح والذين معهم طبعا. فبالتالي انا اتصور انه كان يبني على اللي عمله مع ميكيسوني لان هو جايبه جاهز، فالماتش ده هيبقى ماتش ميلاد نجوم محمود قال، وبالتالي يلعب بفرده ثانيه، لكن وبلا يعني اي خشيه، والحمد لله انه الكلام يا دوب خيال، بلا حسين الشحات وطاهر اصلا، عليهم ان هم ياخدوا نفسهم شويه وان يعطي فرصه لاخرين من اللي موجودين معاه على الدكه. استاذ محمود، هو طبعا حسابات كتير اكيد طبعا كابتن، ما هو لو انت المدير، لو محمود صبري المدير الفني، استاذ عصام قال يعني اولا انت عندك محتاج تقفل طرفين يا اوكي، يعني لازم محمد هاني وعلي معلول أوكي. بس هنا لو بتحط محمد هاني وعلي معلول هتجيب محمد عبد المنعم. انا وجهه نظري ايمن اشرف. تمام، ايمن اشرف ممكن هيلعب دورين، باك وسرد باك، باك وسرد باك عشان علي معلول. اوكي، المباراه دي تحتاج انت عايز علي يزق، عم علي شوي. لازم علي يزق عشان تضغط، ما انت لو سلمت خلاص هتتعب طبعا. حمدي فتحي والسوليه وديان، لانه حمدي فتحي وسلايه وديان حبيته مره خطوتين، ليه ادوار مهمه جدا أوكي. وكمان لما حمدي بيتاخر بيدي سلايه فرصه انه يروح قدام. عبد القادر نجم المباراه، احمد عبادر طبعا، احمد عبادر ان شاء الله لو في تركيزه، اتمنى يكون في تركيزه، هيبقى نجم المباراه. معاك بيرسي تاو لازم يبقى موجود من البدايه، من البدايه اوكي. ومحمد تمام. شريف طبعا أوكي. شريف متفق خلاص. عليه عندنا كده ايه، كام ناقصين واحد كده ولا تمام؟ لا تمام كده، تمام كده مظبوط. خلاص هي كده، هي ده هو ده 4-3-3 خلاص تمام. هي يا اما انت اصل خلي بالك ايه، يا اما انت هتسحب واحد من نص الملعب فهتنزل قفشه، خليتها 4-3-3 4-3-3 ودي 4-3-3 انت برضه على فكره 4-3-3 دي فيها من جواها مشتقات يعني احنا بنقول مسميات كده نعم، كامل احترام لك. لكن عايز اقول لك ايه، في لعيبه تقدر تقوم بدورين وثلاثه في الملعب طبعا. هنا ده اللي بيتكلم على ايه، على انه دي رؤيه مدير فني، هو عارف عاوز ايه من المباراه. ما انت برضه بتقيم المدير الفني وشغله، هدفه ايه، وشاف الفرقه اللي قدامه عامله ايه تمام. يعني انت ايه برضه، انت لا هتحترم رقم واحد احترامك للمنافس وبدايه اكيد الطريق نحو الانتصار. دافع جيدا ايوه، الدفاع رقم واحد واثنين وثلاثه، هتستطيع انك تفوز. لكن فتحت المباراه بصوره يعني انت كبيره، لا هيبقى عندك خلي بالك، لا الفرقه الثانيه عندها من اكيد كل ده انت شفت في طبعا فكره هذه الفرص بس هو دافع يا جماعه برضه عشان طبعًا. على راي الكابتن اسلام الترجمه يا كابتن، واذا لم يكن لدى اللاعبين على فكره كفريق بيدافع طبعا، لا 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 تتمكن من غلق ملعبك. بص يا كابتن، الالتحامات رقم واحد لازم تنتصر فيها، التحامات لازم تاخد الكره الثانيه، الكره الثانيه لازم تاخدها. انا شايف ان اهم حاجه بكره هي الكره الثانيه، افتقاد الكره وتركها فتره في رجلين المنافس دي مشكله طبعا، لانك انت لازم تستردها بقوه لبناء هجمه، ما تديش فرصه، لو اديت فرصه خلاص. ما الالتحامات واسترداد الكره، طب والروح، دي رقم واحد، دي عناصر على مدار تاريخ الاهلي يا جماعه. وكابتن سام كان يعني من ضمن الكتيبه اللي عاشت فتره كبيره جدا العصر الذهبي، كانت اميز شيء في مانويل جوزيه وما قبل مانويل جوزيه، روح قتاليه لا تتوانى عن جهد في الملعب، لا ينتظر من المدرب ان يواجهه، لعيبه عندها الجراءه والقوه واخده الثقه من نفسها. فاعتقد هي دي بالنسبه للمباريات الكبيره المهمه جدا، انك انت ما تديش للفريق صاعد باور وقوه تخليه يعلى عليك، لا لابد ان تضعه في حجمه بالاحترام ومزيد من العمل في الملعب واحترام قدرات لعبته. ده يتوقف على تركيزك وحالتك في المباراة، وانك انت رافض لفكرة انك انت لا تخرج من المباراة خاسر 3 نقاط يوازوا 6 نقاط في بداية مشوار استعادة درع الدوري. عندي سؤال بس أخير في ضمن بروتوكول، وبما ان بكرة الكابتن بنا وهو رجل خارج اي دوائر شك الحقيقة، في ضمن بروتوكوله ان يراجع الحكم والمراقب وضع الكاميرات، مهمة جدا ده لازم، لأنه الإخراج مسؤولية في مباريات يتوقف عليها قمة الدوري.
خلي بالك دي مباراة القمة الحقيقية الموسم ده، تمام؟ وبالتالي أرجو أن يكون محمود البنا زي ما احنا عارفينه، مش هقول عند حسن الله لأنه الراجل الحقيقة ما عندهوش أي غبار إلا الحاجات اللي بيتكعبلوا فيها بقى، فخلي بالك ما تتكعبلش لحساب حد. ثانيا أرجو أن تراجع كما قرأت في الكتاب وضع الكاميرات وتعرف مين المخرج عشان تقول له ساعدني ساعدنا الله يهديك، لأنه صح. اللي حصل في الماتش اللي فات، وعلى فكرة لما حد يقول كنت بتابع الهجمة بسرعة، لا ده ما ينفعش في التلفزيون المصري اللي الناس ادتنا حقنا وقالت لا يجوز في القنوات اللي خدت مننا الإشارة لا يجوز انه يتقال كلام زي كده هم بنفسهم. صح كده، لأنه في النهاية انا كمشاهد بقى بعيدا عن اهلاوي كمشاهد انا بكلم حضرتك على ده، اهم او اقل حقوقي كمشاهد هي اعاده اللعبه في اي مباراه، اقل حقوقي في الدنيا، لكن ما تتعادش غير بعدها ب 10 دقائق ولعبه ثانيه ما تتعادش خالص، اظن ان ده شيء ما حدش اساسا يعني كل الناس اعترفت بالخطا فيه. لا معلق المباراه نفسه، تمام، معلق يا مخرج ادينا اللقطه يا يعني ضربها اربع مرات قول له ادينا اللقطه عدل، انا بقوله لك بقول الله يهديك يعني عموما هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر، كل خير ان شاء الله، يا رب ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراته بكره. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك معانا. شكرا كابتن هشام، ربنا يكرم حضرتك. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا. انا بشكر استاذ محمود طبعا واستاذ عصام. خلوني اقول لحضراتكم من يقود هجوم النادي الاهلي بكره امام بيراميدز، هاخد كل اسئله او كل اجابات حضراتكم ان شاء الله بعد هذا الفاصل. بعد الفاصل يعني هطلع فاصل، وبعد الفاصل هرجع استقبل احمد الحنفي وايمن جلبرتو، هنتكلم اكتر من الناحيه الفنيه، بعض الهجمات الخاصه بفريق بيراميدز هنوريها لحضراتكم، وازاي يقدر النادي الاهلي يقفل، وازاي يقدر يحرز اهداف غدا ان شاء الله في هذه المباراه الهامه جدا. بعد الفاصل نستقبل احمد الحنفي وايمن جلبرتو. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره احمد الحنفي وايمن جلبرتو، هيقولوا لحضراتكم كل ما يخص فريق بيراميدز بكره قبل مباراه بكره ان شاء الله. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. ازيك يا ايمن؟ كله تمام يا كابتن؟ كله كويس الحمد لله. الحمد لله. احمد خليني ابدا واسمع رايكم في هذه المباراه الصعبه ومباراه القمه ومباراه اللا هزيمه، الفريقين ما فيش حد فيهم هزم حتى هذه اللحظه. مباراة صعبة طبعا، الأهلي بيواجه منافسه الأول في الدوري لحد دلوقتي، بيراميدز عامل أداء هايل في الدوري كأرقام وكنقاط. نعم. الأهلي لو قدر إن هو يكسب بكرة إن شاء الله هيوصل الفرق الخمس نقاط. الفوز مهم، فوز مهم نفسيا في التوقيت دوت، إنك أنت عندك مواجهة صن داونز في أفريقيا، عندك توقيت مهم في الدوري، تكسب المنافس بتاعك في الـ في الـ في, الـ في الترتيب، دي شيء مهم. الأهلي بيواجه فريق أرقامه على مستوى الشق الهجومي قوية، سجل 20 هدف بيراميدز لحد دلوقتي في الدوري، استقبل 5 أهداف. الأهلي برضو أرقامه الهجومية قوية جدا، الأهلي أقوى هجوم في الدوري 27 هدف، فهي مواجهة صعبة ولكن هي مواجهة بثلاث نقاط. عايزين برضو من يعني ما نحاولش إن احنا نحط ضغوط كبيرة على اللعيبة، عايزين برضو ما نكبرش الموضوع أكبر من حجمه. مواجهة صعبة، بيراميدز المنافس بتاعك في الدوري، فإذا هي مواجهة قمة من المفترض ولكن بثلاث نقاط. الفوز فيها هيخليك ماشي كويس جدا في الدوري، هيأمن لك الصدارة بفرق 5 نقاط، فمطلوب ان احنا نكسب نفسيا وعشان نكمل بإذن الله منافسة على الدوري. ايمن، يعني زي ما احمد قال طبعا المباراة صعبة، المنافس المباشر حتى الآن في الدوري هو بيراميدز بواقع النقاط طبعا. الفترة اللي جاية ده تقريبا آخر ماتش الأهلي في الدوري قبل توقفات طويلة. كاس العالم، يعني هنلعب ماتشين في أفريقيا، صن داونز والمريخ، وفي النص في كاس مش هنلعب طبعا النادي الأهلي، فده آخر ماتش دوري، فمهم جدا إن النادي الأهلي يختم حتة الدوري دي بفوز نفسيا ومعنويا ورقميا، هيخليه مرتاح الفترة اللي جاية دي وما فيش أي ضغوطات. احنا النادي الأهلي الفترة اللي فاتت زي ما كلنا عارفين في ضغوطات كبيرة جدا في شق ضغط الماتشات، المباريات كتير ما بين دوري أفريقيا سفر، الموضوع صعب جدا، فبالتالي الفوز هيريح النادي الأهلي كتير. زي ما أحمد قال جملة مهمة جدا،
المباراة هي مباراة في الدوري بثلاث نقاط. المشكلة دايما ان كان بيبقى في تعامل مع مباريات بيراميدز ان هي بضغط مختلف شوية، بيتم تطرق لبعض الامور اللي خارج الملعب، ولكن حاليا الامور هادية خالص ومفيش اي حاجة. مباراة بثلاث نقاط، فريق متصدر الدوري لانه فارق مباراة عن النادي الاهلي، النادي الاهلي يكسب هيبقى كمان لسه ليه ادفانتج مباراه مؤجله مع الجونه، الامور تبقى اكثر استقرارا، فان شاء الله الفوز يبقى من نصيب النادي الاهلي. هجوم او اقوى هجوم واقوى دفاع، مواجهه ما بين اقوى هجوم واقوى دفاع. اقوى هجوم طبعا النادي الاهلي واقوى دفاع هو نادي بيراميدز. الكابتن ايهاب جلال مع بيراميدز بيقدم موسم طيب جدا، موسم معاه هو عنده استراتيجي، عنده فكر بيقدر يطبقه الكابتن ايهاب جلال من ايام المقصه بالاسماعيلي ثم والزمالك، فهو عنده فكر مع امكانيات الموسم دوت، فقدر يقدم نتائج هيله على مستوى الشق. ما استقبلش غير 5 اهداف دفاعيا، ما قابلش طبعا فرق قويه زي الاهلي. الاهلي يمكن خلص زمالك، خلص اسماعيلي، خلص سموحه، خلص فرق قويه الاهلي الحقيقه، وماتشات قويه ليه في الدور الاول عكس بيراميدز شويه. لسه ما قابلش الزمالك، لسه هيقابل الاهلي بكره، لسه قدامه فرق قويه في الدوري. الاهلي هجوميا متنوع عن بيراميدز، عنده هداف، عنده بيرسا وهداف الفريق واحد هدافين الدوري، مسجل 27 هدف، عنده العناصر اللي قدام كلها مسجله تقريبا، بيرسا ومسجل اهداف، الناحيه الثانيه برضو احمد عبد القادر، قفشه، محمد شريف، ففي تنوع في الاهلي هجوميا. قدام بيراميدز دفاعيا، بيراميدز برضو عنده مشاكل، لان هو استقبل 5 اهداف ولكن هو الرقم ممكن يكون شويه مغري، لكن بيراميدز عنده مشاكل دفاعيه، بيعاني دفاعيا برضو، عنده بعض المشاكل، وده اللي هنشوفه على الشاشه. هنشوفه على الشاشه. طيب ايمن، قبل ما نقف على الشاشه، مواجهه ما بين استقرار بطل وطموح نادي. طبعا بيراميدز يعني خلاص بقى المفروض ان هو متمرس في الدوري، هم الطموح عندهم محتاجين اول بطوله بالنسبه لهم، يمكن محاولات الكونفدراليه ما قدروش ينجحوا فيها، اعتقد الموسم ده بالنسبه لهم الكونفدراليه ممكن تبقى اسهل من مواسم قبل كده. النادي الاهلي بيبحث عن استعاده اللقب المفضل ليه. المختلف المواجهه دي ان فعلا دي تقريبا اول مره اعتقد الاهلي وبيراميدز لما يقابلوا بعض يبقى المنافسه مباشره على الصدارة بتاعت الدوري. كان قبل كده بيراميدز ممكن يبقى ترتيبه مش في الصدارة حتى لو كان بيتفوق، يعني تفوق مرتين على النادي الأهلي، لكن ما كانش يعني هو اللي بياخد الصدارة من النادي الأهلي. زي ما قلنا الموضوع رقميا قريب حتى على مستوى النتائج ما بين الفريقين، قريب النادي الأهلي في حاجة ان هو يكسب المباراة دي نفسيا ومعنويا زي ما قلنا، فان شاء الله يعني نتمنى ان الطموح ما يكونش موجود في المباراه دي، يبقى هي استقرار البطل هو اللي ينتصر على الطموح. يعني ان شاء الله هنشوف الارقام وهنشوف الهجمات وهنشوف مين الافضل من خلال الشاشه، ولكن نطلع فاصل، وبعد الفاصل حنفي وجيلبرتو هيقولوا لنا مين الافضل بالارقام ومن على الشاشه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. جيلبرتو هبدا بيك، ارقام بيراميدز لغايه دلوقتي. طبعا بيراميدز من الفرق هو زي النادي الاهلي، ارقامهم مميزه جدا، فريق بيأدي بشكل طيب جدا في الدوري. بنتكلم يعني لو استعرضنا ارقامه على الشاشه كده للمشاهدين معانا، فريق لعب 10 مباريات في الدوري حتى الان، كسب 8 وتعادل 2، مسجل 20 هدف كثاني اقوى خط هجوم في الدوري، استقبل 5 اهداف بس كاقوى خط دفاع في الدوري، شباك نظيفه من 10 مباريات عنده 6 مباريات شباك نظيفه، وده برضو معدل طيب. دقه التمريرات عندهم 85% كاجمالي يعني تمريرات صحيحه في ال 10 مباريات، استخلاص الكره عندهم 1051 كتوتال، برضو ده برضو حاجه جيده. المحاولات الناجحه 48 من 122، المحاولات اللي هي بين القائمين والعارضه. الكره الثانيه كنت حضرتك بتتكلم مع الاستاذ عصام والاستاذ محمود صبري، الكره الثانيه من الناس المميزه جدا في فكره الكره الثانيه، فنتمنى ان احنا في المباراه ما نديهمش الفرصه ان هم يسترجعوا الكره بشكل سريع. وعندهم ان هم برضو بيفقدوا الكره تحت ضغط 212 مره من 321، فنتمنى ان الاهلي كان بس مشكلته الفتره الاخيره فكره الضغط قوي، لان طبعا الارهاق وضغط المباريات بيصعب الامور دي، فنتمنى ان لو اهلي عملها زي ماتش الهلال كده اكيد هيبقى ليه الغلبه في المباراه ان شاء الله. في خريطه اللي هي اهداف، الاهداف لو تفتكر المره اللي فاتت
اتكلمنا عن اهداف النادي الاهلي انه بيسجل في كل توقيتات المباراه، وافضل توقيت تهديف للنادي الاهلي اول ربع ساعه مسجل فيها تقريبا 7 اهداف. بيراميدز في اول ربع ساعه ما بيسجلش خالص، يعني في ال10 ماتشات مسجلش اي هدف في اول ربع ساعه. فاتمنى ان المعادله دي تبقى لصالح النادي الاهلي، ان هو الاهلي ينزل اول ربع يعني ساعه يسجل، يستغل ان بيراميدز بيسيب اعتقد مساحه للفريق اللي قدامه، لان دي استراتيجيه كابتن ايهاب جلال. اكتر توقيت هم بيجيبوا فيه اهداف اللي هي الربع الاخير من الشوط الاول، وبقيه يعني فترات المباراه هي هتلاقيها متساويه، يعني بيسجلوا في اغلب الفترات بشكل متساوي، لكن الافضل عندهم كرقميا من الدقيقه 30 للدقيقه 45. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نستغل الحته اللي احنا قلنا عليها بتاعت اول ربع ساعة. الاهلي يسجل وما يستقبلش ان شاء الله اي اهداف. حنفي، نقاط الضعف والقوه في فريق بيراميدز. طيب زي ما قلنا كابتن ان احنا عندنا في بيراميدز استقبل 5 اهداف، ولكن هو عنده برضو مشاكل دفاعيه بتبان في اوقات كتير. لو جينا نشوف المشاكل اللي عنده، هو عنده مشكله واضحه في الكرات العرضيه. بيراميدز استقبل 5 اهداف السيزون دوت، منهم 3 اهداف من كرات عرضيه. لو جينا نشوف دي حاله في ماتش المصري، الماتش دوت المصري تعادل فيه هدف في اول الشوط الثاني وهدف في اخر الشوط، الاثنين من كرات عرضيه. لو جينا نشوف الكره هي تتلعب عرضيه، في 2 لعيبه في وسط، المفروض 2 في الصندوق لبيراميدز، وفي اللي هو عمرو مرعي ما بين 2 علي جبر واحمد فتحي. الكره اترفعت، في طبعا اللي هو الجناح ده لوحده مساحه فاضيه تماما، الوقفه نفسها بتاعت لعيبه بيراميدز مش صحيحه. استلم الكره الجناح نادي المصري، اضطر مهدي سليمان طلع يعمل ضربه جزاء اتسجل منها. وقفت لعيبه بيراميدز نفسها في الكرات العرضيه مش صحيحه، يعني لو جينا نبص هنا على عمرو مرعي، عمرو مرعي واقف في مساحه لوحده قدام السكس ياردة وراه 3 لعيبه فاضيين، ما فيش اي حاجه، ما فيش اي مهمه ليهم، وقدامه المساحه كان ممكن الجناح بتاع المصري يطلع الكره عمرو مرعي يسجل منها، ولكن هو خد ضربه جزاء سجلها هدف الاول. لو الكره هنا طلعت لعمرو مرعي معاه مساحه فاضيه وراه 3 لعيبه، يعني لو جينا نبص وراه محمد حمدي، وراه دونجا هوت، وراه بتاع الجنوب افريقي لاكاي بتاع جنوب افريقيا، لاكاي المهاجم بتاعهم، ودي برضو الهدف الثاني للمصري. لو جينا نبص نشوف كام لاعب في بيراميدز في الكورنر اللي بترفع دي، في 10 لعيبه جوه المنطقه على 5 لعيبه للمصري، 10 لعيبه لبيراميدز وفي 5 لعيبه للمصري، والاهم بقى ان في منهم 4 واقفين محدش معاهم خالص، محدش ماسكهم. ايوه اترفعت الكوره، انا عايزكم تركزوا مع عمرو مرعي بقى، عمرو مرعي اللي هو هيسجل الهدف ده في النص، اهوت عمرو مرعي في وسط كام لاعب بقى؟ في وسط 1 2 3 4 5 6 7 لعيبه وعمرو مرعي في وسطهم. ايوه مفيش ولا واحد فيهم ماسك عمرو مرعي مان تو مان صح، كلهم واقفين حوالين عمرو مرعي. اترفعت الكوره، نكمل الكورنر، عمرو مرعي هو استلم الكوره وسجل منها هدف التعادل في وسط 6 لعيبه قدر ان هو يسجل. فهم عندهم مشكله في التعامل مع الكرات العرضيه، الكرات العرضيه في بيراميدز ازمه. استقبلوا 3 اهداف برضه في ماتش فاركو، كان ممكن يكون 4 في ماتش فاركو، سجل فاركو هدف من كره عرضيه برضه ولكن اتحسب تسلل. لو نيجي نشوف نقطه اللي هي الضعف الثانيه في قلب دفاع بيراميدز، هنلاقي ان الباك اليمين عندهم مشكله. الباك اليمين عندهم في حتى على مستوى الاسماء عدم استقرار، مره بنشوف احمد فتحي، مره بنشوف عمر جابر، مره بنشوف احمد توفيق، مفيش استقرار حتى على مستوى الاسماء بالنسبه لبيراميدز في الباك اليمين، فهم عندهم مشكله في الباك اليمين. لو جينا نبص للكوره ديت، حسن علي اللي هو الجناح بتاع المصري اتلعبت له كره طوليه في مساحه كبيره، احمد فتحي راجع عمل التغطيه متاخر، ده احمد فتحي اهوت. احمد فتحي فعلا بيعاني بدنيا، احمد فتحي السيزون دوت وضع عليه جدا جدا التعب بدنيا. بدنيا هو تحس ان هو اي حد بيلعب عليه سريع بيرهق احمد فتحي في الواحد على واحد وفي السرعات. دخل حسن اهوت، حسن علي دخل بالكوره جوه الصندوق، اضطر دخل عليه احمد فتحي كسبه في الواحد على واحد. احمد فتحي عنده مشكله واضحه قوي السيزون ده في الواحد على واحد، القرار الكتير وبسببها بياخد انذارات كتير، ودي كوره برده ده احمد فتحي اهوت، نفس الفكره كوره طوليه في المساحه بتاع احمد فتحي، اتلعبت الكوره معاه مساحه، طبعا احمد فتحي اصلا واقف بره اللاين، واقف غلط يعني مش واقف في اللاين، اتلعبت الكوره للجناح الشمال، احمد فتحي طبعا عمل التغطيه متاخر، هيضطر في الكره دي ان هو يعمل فاول وياخد انذار من مكان خطير جدا. استلم الكره وراح عليه واحد على واحد هيعدي من احمد فتحي،
وهياخد فاول من منطقه خطيره جدا. فاذا المساحه بتاع الباك اليمين في بيراميدز مشكله حتى على مستوى الاسماء. بنشوف شويه احمد فتحي يعني ال 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 10 الاخيره اعتقد كان عمر جابر وشفنا احمد فتحي قبله كنا بنشوف احمد توفيق اوقات. فهم عندهم مشكله في حته اليمين وعندهم مشكله في الكرات العرضيه واضحه قوي. بيراميدز من 5 اهداف استقبل 3 وفي هدف في ماتش فاركو اتحسب تسلل من كره عرضيه برده. ده بالنسبه لنقاط الضعف في بيراميدز. لو جينا نشوف ممكن اضيف على احمد ان كده النادي الاهلي من المفترض ان الحته القوه عنده اللي ظهرت في الماتشات الاخيره اللي جابها لما بقى في احمد عبد القادر وعلي معلول وكمان في ماتش الهلال السعودي كان ظاهر جدا ازاي تعامل الاهلي مع الكرات الثابته في العرضيات. فاعتقد الحته دي لو النادي الاهلي استغلها بشكل جيد يقدر نشكل خطوره منها ان شاء الله. طب قبل ما نروح لنقاط القوه ولا خلاص تمام نروح لنقاط القوه. هتروح لنقاط القوه. قبل ما نروح لنقاط القوه من على الانستغرام في رايك من يقود هجوم النادي الاهلي امام بيراميدز. ميدا بيقول شريف وعبد القادر وقفشه وبيرسيتاو. وفيني بيقول شريف. مار وبيقول حسام حسن انا مقتنع بيه جدا. ارمي بيقول حسام حسن. ايمان مكاوي بتقول عبد القادر وتاو معاهم شريف راس حربه. اسلام بيقول حسام طبعا. دينا بتقول محمد شريف وتحته عبد القادر وقفشه وتاو. بسمه بتقول عبد القادر وحسام حسن وبيرسيتاو. بيرسيتاو واحمد عبد القادر وقفشه ومحمد شريف. ياسمين مديان بتقول ممكن يدي لحسام حسن فرصه. دي بعض الحضرات لحضراتكم او بعض الامور اللي حضراتكم عايزينها تحصل بكره في بالنسبه للهجوم في النادي الاهلي. اتفضل ايمن او احمد. هنشوف نقاط القوه بقى يا كابتن. عندهم نقاط القوه. خلينا نشوف الاطراف في بيراميدز. الاطراف في بيراميدز نقطه قوه. عندهم ابراهيم عادل وعندهم رمضان صبحي عندهم اسلام عيسى وعندهم ابراهيم حسن. إيهاب جلال بيعتمد في فكره الاطراف ان دايما ابراهيم الأطراف. حسن مشي راح الاتحاد. اسلام عيسى ورمضان صبحي و ابراهيم عادل مظبوط. كابتن إيهاب جلال بيعتمد في فكره الاطراف على فكره مهمه جدا. لو نقف في الصوره ديت هنشوف ان دايما اطراف بيراميدز في الشكل الهجومي بتخش انسايد بتخش جوه مع محمود وادي او مع لقاي وتفتح مساحه لعمر جابر ومحمد حمدي. فتلاقي في العمق اكتر من اوبشنز ان هم ممكن يكون عندهم مساحات. تلاقي في الجوه عندك دايما في الجزئيه اللي جوه دي تلاقي رمضان صبحي وتلاقي هنا مثلا في ماتش استران كامباني كان بيلعب اسلام عيسى وفي الوسط اهوت وادي. فتلاقي دايما في العمق في ثلاثه مع ان الباكين عاملين الملعب استريتش فتلاقي في حلول. في ماتش برضو المقاولين نفس الفكرة. إبراهيم عادل وجوه رمضان صبحي مع لاكاي وعمر جابر ومحمد حمدي عاملين استريتش للملعب علشان يلاقوا مساحات علشان يوسعوا الملعب على نفسهم علشان يكون جوه في العمق فيه أكتر من أوبشنز للبوس. الشكل ده بيتغير كتير جدا. هتلاقيه في كل ماتشات بيراميدز بنفس الشكل. بيخش الأطراف إنسايد والباكات بتفتح الملعب علشان نلاقي مساحات. دي نقطة مهمة جدا بالنسبة لبيراميدز على الأطراف الأجنحة. عندهم تقريبا كلهم عندهم المهارة والسرعة. يعني لو رمضان صبحي إبراهيم عادل كلهم مسجلين كلهم مسجلين. يعني إبراهيم عادل مسجل 4 أهداف. رمضان صبحي مسجل هدف. برضو عبدالله السعيد مسجل 4. كلهم في الشق الهجومي مسجلين في بيراميدز. أقلهم تسجيلا هو رمضان صبحي مسجل هدف واحد السيزون دوت. فهو الاطراف عندهم نقطه قوه مهمه جدا بيعرفوا يعملوا ده بسلاسه ومرونه ان هم دايما الاطراف تخش انسايد الباكات تفتح الملعب فتلاقي فيه مساحات ويلاقي فيه اكتر من اوبشنز للبوس. لو جينا نبص لتاني نقطه قوه في بيراميدز وليد الكارتي احد اهم اللاعبين خط الوسط السيزون دوت في الدوري المصري. وليد الكارتي بوكس بوكس عصري جدا. ميزته ان دايما وليد مجرد ما عبد الله السعيد بيستلم الكوره او اللاعب اللي بينزل يسقط ياخد الكوره وليد الكارتي ما بيفكرش غير ان هو يخش جوه الصندوق. دايما فكره القادمون مع الخلف مع وليد الكارتي مهم قوي وبيستفيد منها بيراميدز. وليد الكارتي مسجل 4 اهداف كلهم قادم من الخلف كلهم الكوره بيستلمها عبد الله او الجناح. يعني لو شفنا الكوره ديت في ماتش المصري وليد الكارتي جاي من نص الملعب هو مش مفكر في اي حاجه غير انه يخش جوه الصندوق ويستغل طوله ان هو يسجل براسه او ان هو بيستغل رجله بشكل جيد في الصندوق. هنا سجل الكوره دي هدف بالمصري برجله اعتقد كمل على الكوره. الفكره ان هو جاي من نص الملعب جاي من نص الملعب اتواجد في الصندوق. دي مش منطقه مش دي مش المساحه بتاع وليد الكارتي ورغم كده هو قادم من الخلف ونقطه مهمه قوي بيعتمد عليها بيعتمد عليها إيهاب جلال. بص ديت دوت وليد الكارتي. وليد الكارتي لعب الكوره اوت
اتلعبت في نص الملعب، هو مش بيفكر في اي حاجه حرفيا غير انه يخش جوه الصندوق ويخلق اوبشنز زياده مع اللعيبه. سرق نفسه وليد الكارتي في المساحه جوه، هتتلعب الكوره على الطرف اللي عمر جابر علشان عمر جابر يرفع طيب. الاوفر لاسلام عيسى الناحيه الثانيه ويكمل عليها وليد الكارتي. وليد الكارتي نقطه مهمه جدا فكره ان هو قادم فكره ان هو في الدفاع بتلاقي اول واحد في بيدافع، في الهجوم بتلاقي اول واحد بيهاجم. بالظبط، هو نقطه مهمه قوي قوي الكابتن جلال، ودايما عمل لهم زياده جوه الصندوق، ودايما نقطه خطره في الكره الثانيه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليها في الارقام، هو دايما مستني الكره الثانيه على الصندوق من بره، دايما قريب من المهاجم ومن الاجنحه، فبيكون مصدر خطوره مهم وانت مش حاسه ومش عامل له حساب لانه هو قادم من الخلف. بالظبط كده، يعني لو احنا اتنقلنا الارقام على طول وليد الكارتي يعني بنتكلم عليه ارقام ابراهيم عادل ارقامه مميزه جدا يا كابتن، خصوصا بنتكلم في لعيب 8 او وسط ملعبه ومركزه 8، لما النهارده يبقى من 9 ماتشات ومسجل 4 اهداف وصنع هدفين، يعني هو مساهم في 6 اهداف بشكل مباشر مع بيراميدز، فتعرف قد ايه خطوره اللاعب ده. 6 من 20، يعني التلت تقريبا. بالظبط، يعني رقم مخيف، وان هو واحد من هداف الفريق، يعني لو هدافين بيراميدز 3 هو واحد منهم، جايب 4 اهداف، المحاولات الناجحه على المرمى 7 من 13، النسبه برده جيده جدا، بيخلق الفرص، خلق 13 فرصه في 10 مباريات لفريقه، دي برده نسبه عاليه، تمريراته الناجحه 387 من 464 بنسبه 83%، التمريرات الطوليه بتاعته الصحيحه 12 من 22، ودي برده نسبه جيده، استقباله الكرة واحد ما بيغلطش تقريبا، يعني غلط مرة أو مرتين في استقبال الكرة بنسبة نجاح 99%، ولكن لما بيضغط عليه عنده الأوبشن أنه بيفقد الكرة تحت ضغط، لما كان 18 من 25 مرة وفقد الكرة، فلعيب مهم جدا وتمركزاته مهمة جدا، ونتمنى إن شاء الله أن يبقى في تعامل جيد معاه. نروح لتاني لاعب من اللاعبين المهمين جدا في الدوري المصري وفي بيراميدز، هو إبراهيم عادل، لعيب صغير في السن، سريع، من نقاط القوة ان هو يعني لو طرف ممكن فجأة تلاقيه عمق، او لو هو بيلعب في العمق تلاقيه في منطقة الجزاء، بيسدد بشكل مباشر على المرمى كتير، لاعب 7 ماتشات كلاعب اساسي لو استعرضنا ارقامه، واثنين كبديل، مسجل برضو 4 اهداف وصنع هدف، محاولاته على المرمى الناجحة 7 من 25، ولكن هو ده مؤشر ان هو بيحاول كتير، بيحاول كتير، بيحاول كتير، فده النهاردة اللي ساهم ان هو يسجل 4 أهداف، نسبة تمريراته الناجحة بنتكلم في 81%، تمريراته الطولية الناجحة 8 من 11، استقباله للكرة برضو استقبال جيد، ما بيفقدش الكرة، ولو في المنطقة دي لعيب ما بيفقدش الكرة بسهولة، فده معناه أو يعني الكرة لما بيستقبلها بيستقبلها بشكل صح، ده معناه قد إيه هو قدراته مميزة. المراوغات الناجحة بالنسبة له 7 من 25، وأعتقد يعني ابراهيم عادل لو النادي الاهلي قدر ان هو يتعامل بشكل دفاعي مميز مع الصراعات لاعبي بيراميدز الهجوميه، الشق الهجومي للنادي الاهلي اكيد هيبقى فارق بشكل كبير، ومش هيبقى فيه معاناه، خصوصا ان زي ما قلنا دي ماتشات كوره، يعني مفيش فريق هيبقى واقف لك 10 ورصاص لك بالظبط كده، لا هيبقى فيه ماتش كوره، فالنادي الاهلي ان شاء الله الماتشات دي في الموسم الحالي شفنا الاسماعيلي والزمالك وسموحه، النادي الاهلي تعامل معاهم بشكل جيد، فان شاء الله دي تبقى استكمالا لسلسله المباريات دي. اخيرا يا حنفي، لو التشكيل المتوقع من وجهه نظرك، التشكيل المتوقع للنادي الاهلي يا كابتن، انا ليا وجهه نظر في المباراه دي، انا شايف ان ممكن يبتدي بثلاثه في نص الملعب، حمدي فتحي، اليو ديانج، عمرو السوليه. الاهلي محتاج يقفل الجزئيه بتاع العمق اللي هي اصلا عنده بقاله ماتشين مشكله، اللي احنا في ماتش فاركو مين اللي يلعب ورا؟ اللي يلعب ورا يكون ايمن، برجوع ايمن، لازم ايمن، ايمن مهم قوي ان هو بيقدر يغطي المساحه اللي ورا علي معلول بشكل جيد، اللي كانت باينه في ماتش المريخ وفي ماتش فاركو كان وراه مساحه واضحه، ايمن بيعرف يتعامل مع دي بشكل جيد كسرد باك جنبه محمد عبد المنعم، وفي الناحيه اليمين محمد هاني، وثلاثه في نص الملعب اليو ديانج، عمرو السوليه، حمدي فتحي. معلول الناحيه الشمال علي معلول، والناحيه اليمين محمد هاني، وثلاثه في نص الملعب عمرو السوليه واليو ديانج وحمدي فتحي. لازم العمق عندنا يكون متقفل تماما، ويكون في لاعب بيسقط قدام احمد عبد القادر، وفي الناحيه اليمين جناح يمين تاو، ومهاجم وحيد محمد شريف ايمن. انا اتفق معاه في الاسامي كلعيبه، ولكن اختلف معاه في نقطه واحده، ان ما تبقاش 4-3-3، نرجعها 3-4، هي كان شكلها بس لازم حد ثالث في نص الملعب يقدر يقفل عمق الملعب، اعتقد 3-4-3 ممكن تبقى افضل للنادي الاهلي، بس مع ان عدم استخدام قفشه كجناح، الافضل يبقى في الطريقه دي، طالما هنامن جزء دفاعيا بشكل جيد، يبقى الاطراف بتاعتك اللي هي عندها المراوغات وعندها السرعات مع محمد شريف، و
عمرو السوليه كده كده هو بيقدر يقوم بالمهمه بتاعه الربط ما بين الوسط والهجوم بالشكل الجيد ويرمي التمريرات الطوليه والتمريرات اللي على الارض، لان انت محتاج في المباراه دي بيرسي تاو واحمد عبد القادر كناس بتعمل مراوغات وعندها سرعات، محمد شريف بسرعاته، عمرو السوليه بالكرات الطويله والتمريرات اللي بيلعبها، ايمن اشرف طبعا لو جاهز يبقى فريش ان هو يرجع، لان الدفاع عندنا رامي ومحمد عبد المنعم بيلعبوا ماتشات متتاليه الفتره الاخيره، وتحديدا عبد المنعم مضغوط فلازم حد يريح مع معلول كمان اللي برضو عنده ضغط كبير، فتبقى انت كده عملت التوازن الدفاعي مع التوازن الهجومي في مباراه هيبقى فيها الحته بتاعت المهاره والسرعات، ان حد يرقص ويعدي ويلعب للعيب سريع مهمه جدا. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره. انا بشكرك جدا حنفي على وجودك معانا، انا بشكرك جدا ايمن على وجودك معانا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته بكره امام نادي بيراميدز. المباراه بكره الساعه 8، فمش هنكون مع حضراتكم بالليل، ان شاء الله نلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء، وان شاء الله تكون حلقه جديده، وان شاء الله النادي الاهلي يكون فاز في هذه المباراه واستطاع ان هو يفوز بثلاثه نقاط تعود بمره اخرى لصداره الدوري العام. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم يوم الأربعاء وحلقة جديدة من البيت الكبير.